الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا من جديد. النادي الاهلي 22 لعبه في ناشئينهم، حقيقه انجاز كبير السنه دي حصل في كل الناشئين والناشئات. كان كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي يعني تشرفنا بمداخله من حضرته يمكن من يومين، وقال لنا ان 80% من الالعاب تقريبا او يعادي 80% من النتائج بالنسبه للناشئين والناشئات في كل الالعاب، ودي الحقيقه يعتبر موسم استثنائي لكل الناشئين والناشئات. ولو اتكلمنا عن كره السله ايضا، كره السله كناشئين وناشئات عملت موسم كويس جدا جدا. والحقيقه فرقه البنات 18 سنه مواليد 2000 و2001 الحقيقه كانت من في طليعه الفرق اللي اتعمل بيها انجاز كبير. ليه اتعمل بيها انجاز كبير؟ لان الجيل ده الحقيقه كان عندنا فيه مشكله شويه، كان بيوصلوا دايما للنهائي ولكن ما يتوفقوش. فكابتن نبيل بخيت طبعا مدير نشاط رئيس قطاع ناشئات في كره السله وكل المهمه لكابتن اسلام كيلاني اللي هو كان اصلا مع قطاع الناشئين وتولى المسؤوليه وتحمل المسؤوليه وجي يشتغل مع الفريق وخد بيهم بطولتين، وكانت المره الاولى بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه، انجاز كبير الحقيقه. اتحطوا في نفس الوضع او نفس الكونديشن اتحطوا فيه السنين اللي قبل فاتت، عملوا ايه؟ بيلعبوا دوره ويوصلوا في الاخر يلعبوا دوره ثلاثيه وكسبوا المره دي دوره ثلاثيه. في الحقيقه الفريق ده كان لازم يكون في طليعه الفرق اللي تتكرم، لانه الحقيقه عملوا انجاز كبير. في البدايه قبل ما اتكلم عن الانجاز احب ارحب بالكابتن نبيل بخيت نجم النادي الاهلي السابق ونجم منتخب مصر ورئيس قطاع الناشئات وايضا مدير فني الفريق الاول فتره من الفترات. اهلا بيك يا كابتن نبيل. اهلا بيك واهلا ببرنامج ملوك الصالات وبقناه النادي الاهلي. منورنا ومشرفنا كابتن نبيل، والف مليون مبروك على الانجازات الكبيره اللي حصلت في قطاع الناشئات. ده طبعا بوقوفكم معانا وبمؤازره النادي للفرق. اكيد يا كابتن. الله يخليك. مرحب طبعا بسلمى مصطفى لاعبه الفريق، اهلا بيك يا سلمى. ازي حضرتك؟ مبروك. الله يبارك فيك. عايزين كده بطولات كتير وكؤوس، عايزين كؤوس كتير كده حوالينا. يا رب ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. مرحب طبعا بمدير فني الفريق الكابتن اسلام كيلاني، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك. والف مبروك. اهلا بيك واجتهد وتستحق كل خير. الله يبارك فيك والله يخليك، وسعيد ان انا مع حضرتك هنا في البرنامج. اهلا بيك يا كابتن. مرحب طبعا بإناس خالد لاعبه الفريق، اهلا بيك يا إناس. اهلا بحضرتك ومبروك. الله يبارك في حضرتك. عايزين بقى كده كله تلاتات وكله كؤوس، عايزين كؤوس كتير. ربنا معاك يا رب. ان شاء الله يا رب. هبتدي معاك يا كابتن نبيل، يمكن خلينا نخش اكتر مع الفريق. حضرتك اول ما توليت المسؤوليه عرفت الفرقه فيها مشكله، كلمني منذ البدايه ايه اللي حصل. هو الموقف كان صعب في بدايه الموسم، مش بس عشان المنافسه قويه في المرحله دي، لا ده في اتنين لعيبه انتقلوا لواحده لنادي الصيد وواحده لنادي الجزيره، زائد ان لعيبه برضو كويسه جدا 2001 سافرت امريكا تدرس هناك. تمام. فبقى الموقف اصعب من السنين اللي فاتت. يعني السنين اللي فاتت كان اللعيبه دي موجوده وكانت المنافسه قويه وبنوصل دوله ثلاثيه وما توفقناش في المره اللي فاتت. بقى بعد ثلاث لعيبات مشوا ولاعيبات مهمين، يعني لاعيبات مؤثرين في الفريق. تمام. بس طبعا احنا يعني استعنا بكابتن اسلام على اساس ان هو عنده رؤيه معينه للفرقه وممكن يطورها، والحمد لله ان النتيجه جت ايجابيه بالنسبه لنا. طب يا كابتن لما توفقنا في بطوله القاهره، خلينا نقول بطوله القاهره هي الفرق القويه جوه مصر، يعني كان بينافسنا يمكن نادي الصيد اكتر، لما طلعنا على مستوى الجمهوريه لا بقى فرقه اسكندريه كمان دخلت في اللعبه، فبطوله الجمهوريه كانت اقوى كمان من المنطقه. هو بطوله القاهره الصيد بقى تبع الجيزه، فبطوله القاهره كان المنافس فيها وادي دجله والجزيره. لما طلعنا جمهوريه لا الجيل ده جيل معاك والاسكندريه جم معاك، الصيد وسموحه وسبورتنج، فالمنافسه بقت قويه جدا. لكن الحمد لله يعني الشغل اللي حصل خلال السنه من كابتن اسلام ومؤازره كمان بصراحه كابتن ايهاب وكابتن موسى للفريق طول الوقت، ده اداهم احساس ان عليهم مسؤوليه كبيره. بس انتوا تيم واحد يا كابتن. انا بيعجبني جدا قطاع السيدات وحتى الرجال برضه بامانه في كره السله، عند حضرتك مباراه تلاقي كابتن ايهاب الالفي معاك واقف جنبك، بتلاقي كل النادي كل المدربين حتى في المباريات وحتى قطاع الولاد كان بيجي لنا. بالظبط. يعني بصراحه انا اول مره السنه دي، يعني هي طول عمرها موجوده بس اول مره تبان السنه دي بشكل قوي ان كل المدربين واقفين مع الفرق سواء قطاع الولاد او قطاع السيدات. لا ده كمان المديرين الفنيين للفرق والاداريين بتوع الفرق سواء بنات او ولاد كانوا كلهم متعاونين جدا. وبصراحه يعني لما المنظومه بيبقى فيها تفاني وحب لازم تنجح. لازم تنجح. خليني اقول يا كابتن ان انا كل ما اروح الملعب بامانه الاقي حضرتك ومتابع اللعيبه
وعارف والبنت مين ودي اللعيبة دي ما جاتش ليه ودي بتشتكي من ايه. يعني دايما متواجد يا كابتن نبيل. يعني الحقيقة انا بحييك على ده، لان تواجدك مش بس تواجد جسماني انت موجود في الملعب، لا ده انت مشارك حتى اللاعبات في كل حاجة. يعني خلينا اقول ده عشق للنادي الاهلي ده ولا ايه يا كابتن؟ احنا بنعتبر النادي الاهلي حياتنا، والباسكت برضو نفس الحكاية. يعني احنا كل همنا ان احنا نطور الباسكت في النادي الاهلي صحيح، لارضاء جماهيره وارضاء برضه منتسبيه ونفرغ للدرجه الاولى كمان يا كابتن. فده مهم جدا. طبعا والهدف الاساسي من الناشئين والمباريات بتاع الناشئين والمجهود اللي مع الناشئين ان نقدر نطلع لاعبات للدرجه الاولى صحيح. وبالتالي المنتخب. صحيح يا كابتن، حتى الان ما شاء الله بنهنيكم على نجاحكم وقطع النظير في قطاع الناشئات يا كابتن. شكرا. هروح بقى لكابتن اسلام، رجل المهمة الصعبة. أنا عارف طبعا أنت اشتغلت مع الدرجة الأولى يا كابتن قبل كده، واشتغلت مع فرق كبيرة ولما رحت توليت المسؤولية كرجل أول فرق ناشئين، بس كان غريبة تحولتك دي يا كابتن. يعني خلينا نقول إن ده كان إيه، ريسك شوية؟ والله كان ريسك كبير وكنت فاكر الموضوع كان هيبقى أسهل من كده، بس لما اتنقلت يعني أنا بحب الحمد لله إن التحدي، وحتى لما حصلت الظروف الصعبه اللي احنا كنا فيها دي ان الثلاث بنات مشيوا، انا كنت دايما بقول لهم المفروض المعدن بقى اللعيب التقيل ومعدن الفرقه التقيله هي اللي يبان بقى مع كل الصعاب دي. برافو. فكل لما الصعاب بتزيد كل لما تمسك اللعيبه بروح الجماعه وان احنا ما فيش حاجه هتوقعنا هو ده اللي هينجح. فالحمد لله يعني البنات كانوا يعني فوق المستوى بصراحه. في اشتغلت على الحته النفسيه دي يا كابتن، اشتغلت على الحته الاساس اللي لازم احنا نثبت ان احنا نستحق. هي اصلا مشكله كبيره ان انت لما بتمسك فرقه يعني دايما بيصادفها سوء حظ، ففي عامل نفسي كبير ان الفرقه دي دايما بتكسبهم، فما بالك بقى الفرق اللي بتكسبهم. كانت بتكسبهم ومعانا ثلاث لعيبه ومنهم اثنين بيلعبوا تحت الحلقه. يعني احنا الموسم ده لعيبه ارتكاز. لعيبه ارتكاز، فاحنا الموسم ده احنا في القائمه بتاعتنا اربع لعيبه لعيبه ارتكاز فقط، وده عدد قليل جدا. فاستعنا كمان بلعيبه من تحت 16 سنه علشان نواجه الحته دي. ف الحمد لله ان هم قدرنا نشتغل على الحته النفسيه. ما اشتغلناش مره واحده على الحته النفسيه ان فجاه انتوا هتبقوا ابطال، واحده واحده. وهم بداوا يصدقوا معاك يا كابتن، يعني بداوا يعيشوا معاك الاحساس ده وينزلوا عايزين يكسبوا البنات. خلي بالك سن صغير. انا عايز اقول لك هم لحد قبل المباريات الفاصله الدوره الثلاثيه في ناس فيهم فعلا ما كانوش مصدقين ان ممكن ياخدوا البطوله. اتحطوا في نفس الكونديشن اتحطوا فيه قبل كده. بالظبط كده. وغالبا قال لك احنا معناش ثلاث لاعبات الجامدين بتوعنا فخلاص ممكن نخسر. بالظبط كده. الموضوع كان صعب يا كابتن اسلام. الموضوع كان صعب، لكن هم الحمد لله يعني استجابوا كويس، وبالذات في الفتره الاخرانيه لما قدرنا نلعب الدوره الثلاثيه كان في استجابه كويسه جدا. طب اسالك سؤال يا كابتن، يعني بيني وبينك كده مش على الهواء، انسى ان احنا على الهواء. انت مدرب صعب شويه، خلينا نقول صعب. يعني ايه؟ يعني ملتزم، بتيجي قبل التمرين بساعتين. انا بشوفك قبل التمرين في النادي بساعتين، يعني مش بتيجي، لا ده انت بتخاف تتاخر فتقول لا اجي بدري عشان الطريق. بتهتم جدا بالدفاع، كل شغلك دفاعي، وده بيبقى صعب على البنات شويه. البنات عايزه زي ما تقول ايه معامله بلطف شويه. ما لقيتش مقاومه من البنات او حتى اهالي البنات ان انت عايز التمرين وكله يجي في ميعاده واللي مش هيجي مش هيلعب والكلام ده كله، لقيت استجابه؟ بص، هو في اول خالص هو موضوع ان انا اجريسيف في التمرين دي كانت مديهم رهبه مني. يعني حتى في الاجتماع الاولاني مع الفرقه انا بتكلم لوحدي، يعني انا بتكلم وعمال اقول لهم مثلا التعليمات او الرولز بتاعتنا اللي هتبقى طول الموسم، وهم يعني حاسس ان انا مفيش رياكشن يا جماعه، فاهمين؟ مفيش رياكشن يعني. فكانوا فعلا خايفين مني جدا. البنات بتضحك، خد بالك. دلوقتي بيضحكوا خلاص. ساعتها انا عارف مش بيضحكوا ساعتها مفيش رياكشن خالص، مش قادر تعرف حتى الكلام اللي انت بتقوله دوت مردوده ايه كويس وحش، مش قادر تعرف بالظبط. لكن مع الوقت، مع ان لما حسوا ان في تطور بيحصل نتيجه الرولز دي او التعليمات دي، لقوا في نتيجه في الملعب الحمد لله. قدروا ان بطوله المنطقه ناخدها اكن احنا مش ناقصين اي حد، قدرنا ناخدها بمنتهى السهوله. طب دي الماتشات دي كانت فين يا كابتن؟ لا الماتش ده ماتش مش بتاعنا. اتفضل يا كابتن. كان في الرياكشنات في الاول صعبه، مش قادرين يفهموا ايه القصه،
لما لقوا فيه استجابة كويسة جدا، حسوا ان فيه في الملعب استجابة، حسوا فيه نتيجة، حسوا فيه نتيجة. والحمد لله كابتن إيهاب كمان ساعدنا ان هو لما بيلاقي واحدة فيهم بتتميز على طول بيقوم تحبفه، على طول بيقوم بقى فيه هدف، فبقى فيه هدف. وشايفين بقى ان ده واقع، انها مش لسه هتصعد السنة الجاية، ده انا بتاخد من دلوقتي، بتاخد بالظبط كده. فده ساعد كتير بصراحة. ان حلو ان في تنسيق بينك وبين كابتن إيهاب وكابتن لا، وهو على طول يعني حتى لو ما شافش تمريني يسألني مثلا إيناس عاملة ايه النهاردة، سلمى اخبارها ايه مثلا، لو هو مثلا شدد على حد فيهم يخليني ايه اتكلم معهم ايه لا يعني تهدي معهم حد يشد وحد يرخي نفسه او العكس. وبصراحة كان يعني ساعدنا جدا جدا في الاخر بطريقة انا فعلا حسيت ان هو ماسك الفرقة دي. طب قول لي انت اصعب ماتش ايه قبلك السنه دي؟ قلت لا انا مش يعني الماتش ده صعب، وجيت في الملعب كده حسيت في لحظه انه هعملها تمام. ماتش سموحه الاولاني. الاولاني احنا بنعمل كل فين؟ كان في استاد القاهره. كان اول ماتش لينا في الفاينل. فالماتش دوت احنا من بدايه الجيم بنعمل كل حاجه ديفنسيفلي صح. يعني بنروح دفاعيا وبنروح نجلي. تحت الحلقه بنجلي. كل حاجه بنعملها ما ربنا مش كاتب. مفيش توفيق. مفيش توفيق خالص. فمن اول الجيم انا حاسس ان احنا الموضوع صعب. رغم ان احنا في فتره من فترات الجيم الكوارتر الثالث سموحه عليت علينا 12 بونت في 3 دقائق لميناهم، يعني 12 بونت دول اتلموا في 3 دقائق. لكن برضو انت بيبقى ليك احساس كده ان كل كورتين يجي كره خسرناه ولا كسبناه كده؟ لا ده خسرناه. هو ده دخلنا الدوري الثلاثي، هو ده اللي خلانا نلعب دوري الثلاثي، وده الماتش الوحيد اللي خسرناه في الموسم. وبعد ما ده دخلنا دوري الثلاثي، ودخلنا دوري الثلاثي لازم تكسب الماتشين عشان تاخد الدوره. فيعني ما شاء الله يا كابتن بامانه ربنا يوفقك وبرافو عليك يعني شغل انا عارف قد ايه انت مجتهد يا كابتن اسلام، يعني ربنا يوفقك. الحقيقه اروح لسلمى بقى، يعني في بدايه الموسم كابتن اسلام كان بيقول ان لما بدا يتكلم معاكوا انتوا كنتوا قلقانين شويه، برضو البنات بنات برضو يعني، فانتوا حسيتوا بايه لما دخلوا يلا وشد وهو بيزعق على طول في التمرين؟ كنتوا قلقانين يا سلمى؟ الصراحه يعني احنا متعودين على طريقة كابتن اسلام، وحد اللي هو يزعق لنا جامد قوي كده واحنا شايفينه في الولاد كان عصبي عليهم، فاحنا متعودين ان احنا اللي هو لا يعني محتاجين معامله اقل من كده، ما نعرفش لسه كابتن اسلام، فكنا خايفين منه. طب الدفاع بقى، حته كابتن اسلام بيهتم بالدفاع، والدفاع دايما دمه تقيل، يعني انت دايما لما تدافع واحد يقول لك انا عايز العب على الباسكت، تيجي تدافع تلاقي الموضوع دمه تقيل. طب انت يعني ما كنتيش قلقانه من الموضوع ده يعني الدفاع، يعني بداتوا تستجيبوا وعرفتوا قيمه الدفاع في كره السله ولا لا؟ ما هو دايما يعني مع اي حد مسكنا فهو دايما اهم حاجه عنده تبقى اللي هو الديفنس اللي احنا نعملها، عشان هو بالديفنس وان احنا نكمل فاست بريك هو ده اللي بيخلينا ان احنا هنكسب. فمع في الاول طبعا احنا كنا تعبانين، ما كناش متعودين نعمل ديفنسات كتيره برده، بس في الاخر يعني اكتشفنا لا موجود يعني كده صدقتوا بتعملوا ديفنس من قلبكم وتبقوا طالعين عارفين ان اللي هيكسبنا هو الدفاع. غير فكركم كابتن اسلام خالص، هو غير فينا حاجات كتير الصراحه. واضح يا كابتن اسلام. طب قولي لي بس، انا برضو عايز اعرف، انتوا طلبه وكابتن اسلام يعني من المدربين اللي ما بيهزروش، انا عارف طبعا انت بتضحكي يا سلمى لان انا عارف انتوا العذاب الاليم بتاع الدراسه، يعني كنتوا بتعملوا ايه؟ يعني انت لو عندك دراسه الصبح وعندك تمرين بعد الظهر وعندك ماتش كنتوا بتعملوا ايه؟ هو احنا كنا بنحاول نوفق باي طريقه، بس طبعا يعني في مدارس طبعا ما كناش بنروحها ساعات، على بتيجي بعد وقت الدروس بقى يعني بنروح له متاخر، يا يعني بنمشي من الدرس بدري، يا يعني بنروح اصلا ما بنروحش الدرس، فكنا بنحاول ان احنا نجمع باي طريقه عشان في الاخر يعني هنا وهنا. عشان في الاخر نقدر يعني احنا يعني كنتوا بتعملوا كده في السنين قبل كده ولا بدا لما كابتن اسلام بقى يبقى في كنترول شويه ويبتدي يبقى في حساب بداتوا تعملوا الموضوع ده، ولا من السنين اللي فاتت؟ يعني السنين اللي فاتت كان برضه بنعملها، بس طبعا دلوقتي بقى عشان كابتن اسلام كان عايز بطوله هو، وكان برضه هو يعني بيستريكت علينا اكتر يعني الصراحه، فعشان كده كنا بنحاول ان احنا نوفق. قولي لي يعني اكتر فرحه فرحتوها السنه دي، اكتر ماتش حسيتي انت فرحانه فيه ورجعت البيت بقى يعني زي ما بيقولوا الفرحه كلها ايه؟ لما كسبنا الصيد في اللي هو البطوله الاولانيه بتاعت الجمهوريه، لما كنا الجمهوريه اول ماتش للصيد في الجمهوريه. دي لما كسبناها عشان احنا ما كناش يعني متعودين ان احنا ما بنكسبهمش في الماتشات كده. فاحنا لما كسبناهم لا حسينا ان احنا يعني عملنا اللي علينا، وده اللي وصلنا ان احنا نلعب تاني مع دوره ثلاثيه، ان احنا انهم عشان كسبنا واحد بتاع سموحه خسرنا، ومحدش كان متخيل ان احنا نقدر نكسب الصيد. يعني كسبتوا كام بوند سنه؟ فاكر يا كابتن 12 ده انتوا كمان كسبتوا سكور. يعني الفرقه انتوا اوريدي كنتوا عندكم عقده معاها طول المواسم اللي فاتت. فهو 12 بوند ده يعني يثبت ان انتوا تقدروا، صحيح ولا لا؟ طبعا. طب قولي لي يعني
يعني بينا وبين بعض كده مش على الهوا، مين الفرقه اللي بنقلق من لاعبها؟ يعني خلاص السيد انتوا سموحه فيه بتهيألي شد وجذبه بينا وبينهم، ولا عادي بقينا حاسين ان احنا نقدر نكسبهم؟ هو بقى طبعا بعد لما احنا كسبناهم لا خلاص حسينا ان هم يعني احنا لا ازاي احنا كنا اصلا بنخسر منهم، هم فرقه يعني في نفع احنا ليه؟ احنا ليه؟ كل اعلى مش لكم جوه النادي؟ طبعا لا في النادي يعني عندي في ريموسا، ريموسا طبعا، وساره مغربي تمام، ودين عمر. انت بتلعبي بره شوتينج جارد او بوينت جارد صح؟ انا واحده بوينت جارد. عشان كده ده المركز اللي انت بتحبيه. طب يعني نفسك تطلعي درجه اولى، انت حاسه ان انت تقدري وتاخدي مكانك وكده، نفسك تاخدي الفرصه؟ يعني طبعا دي الصاله، يعني نحس ان احنا نلعب بقى خلاص كبرنا عدينا لو مرحله ناشئين ونلعب بقى درجه الاولى طب قولي لي انت، يعني خلينا نقول انه كل لعيب يعني بيبقى ليه امل الدرجه الاولى وبتاع، انت لما طلعتي لعبتي معاهم ماتشات ولا لعبتيش حتى لو وديه؟ لا وديه لعبت. كنت حاسه بايه لما كابتنها بيقول لك قومي سخني مثلا؟ طبعا احساس رهيب. اصل انا كنت مريت بالمرحله دي لما كنت بقى لعيب صغير وطالع والدرجه الاولى، بس انا كان بالنسبه لي قوم سخن دي خلاص انا كده عملت اللي عليا. والله يا كابتن نبيل. ايوه كان قوم سخن. فانت كنت بتحس لما كابتن نبيل يلا قومي سخني بقى يا سلمى كده وبتاع، قومي سخني جامد وكده ومش مهم انزل، المهم ان انا الحمد لله قمت سخن. بس انت لعبتي اديتي كويس. اي الحمد لله في ماتشات لعبتها في الاول. لا لعبت حلو ديفنس، ولقيتي الكلام اللي بيقوله كابتن اسلام بيفيدك في الدرجه الاولى؟ عارفه ليه؟ عشان في تنسيق من كابتن اسلام وكابتن نبيل وكابتن هادي، عشان كده ماشيين بسيستم واحد. اللي بتعمليه مع كابتن اسلام هو ده اللي هتشوفيه في الدرجه الاولى. وهو ده سر النجاح، خد بالك يا كابتن نبيل، ان الدرجه الاولى انا عايز لعيب معين بيعمل حاجه معينه، كابتن اسلام ابتدي اشتغل معاه. وانتم مش حاسين بده، انتم بس بتشوفوا اللي في الملعب، ولكن بره الملعب في شغل كبير جدا بيحصل. طب قولي لي بقى يعني طموحاتك ايه؟ عايزه تعملي ايه الفتره الجايه؟ طبعا انا ادخل منتخب مصر. برافو عليك. صح منتخب مصر ليه لا؟ وطبعا كمان بقى في الدرجه الاولى في الاهلي يعني. وعايزه تاخدي معاهم افريقيا بقى، خدي بالك الدرجه الاولى كابتنها طموحاته كبيره، افريقيا بقى وعرب وبتاع والمفرمه دي. يلا ربنا معاك يا سلمى ان شاء الله ويوفقك. الحقيقه طبعا ايناس انا جيلك بقى، يعني اولا الف سلامه عليكي. الله يسلمك. ويعني قولي لي انت، اول ما ابتديتي الموسم مع كابتن اسلام الموسم اكيد كان باين انه صعب من اول. يعني باين انه احنا داخلين على على موسم تقيل. قلت ايه لبابا وماما بقى لما قعدتي معاهم كده؟ قلت لهم لا احنا ايه الوضع ولا ايه؟ كلميني بقى من الكواليس اللي كان بيحصل في البيت ايه. لا عايز يعني قعدت اقول لهم يعني ان يعني هو هيبقى الموضوع صعب، فهم يبقوا عايز يعني يبقوا عارفين. ما قلتلهمش كبوني ولا حاجه؟ كنت حابه التمرين ولا كنت في الاول قلقانه شويه؟ لا في الاول اصلا ما بحبش الديفنس يعني. فكنت اللي هو بتضايق الاول في التمارين وكده، وبعدين بقى خلاص عادي بقيت بحبه مش بكرهه عادي. انت مركزك ايه يا ناس؟ انا 1 و2. 1 و2 بتلعبي برضه نفس تقريبا نفس مركز سلمى. طب قولي لي انت، يعني الماتشات بدات الموسم الاول كان في اعداد، وكابتن اسلام عذاب اليم في الاعداد انا عارف، كان صبح بعد الظهر في الصيف، ودخلته بعد كده على الماتشات بدات تلعبوها ماتش. اصعب فتره ايه؟ اصعب فتره وتحملتوا فيها جامد كانت امتى؟ الاعداد ولا المباريات؟ لا الاعداد. واضح ان انت يا كابتن اسلام يعني عملت واجب مظبوط في الاعداد، لان هو الموضوع التمرين صبح وبالليل ده بيبقى مجهد جدا. لا هو الحمد لله مرنا الصبح وبالليل يعني، بس كان بالليل كان كفايه قوي. 3 ساعات كفايه قوي. 3 ساعات الناحيه البدنيه برضه كابتن كان فتنس، وحتى لو كابتن فتنس مثلا عندنا اجازه فهو بيقوم قال لنا تعالوا بدري همرنكم انا فتنس يعني. انا شايف سلمى روحها بتاعك تفتكر ايام طبعا، بس خدي بالك انا عايز اقول لك على حاجه، شوفي بتتحكي دلوقتي ويعني وناس معانا اهو، هو ده اللي بيعمل البطل. التعب كل ما تلاقي نفسك تعبان دوس على نفسك اكتر، كل ما تلاقي نفسك مش قادر تحرك جسمك من الوجع دوس اكتر عشان ربنا يديلك. انا كابتن اسلام كان بيقول انا كده امثله كتير جدا جدا. طب قولي لي بقى يعني كده حاجه خارج الباسكت كده، مين اللي بيتعب معاكي اكتر، بابا ولا ماما؟ لا ماما. ماما بتتعب معاكي؟ طب بابا هيزعل. لا ماما بيتعب برضه. ما خدي بالك لازم ردود تبقى دبلوماسيه برضه يعني، قولي بابا وماما ماشي بس ماما اكتر شويه. لا بص الصراحه والبراءه برضه يعني قلت لك. بس انا كنت عايز اقول حاجه، الجيل ده جيل مميز يعني، الجيل ده في سنه واخد مرتبط وقاهره ما شاء الله، بس هو كان دايما بطولته الجمهوريه هي العقب. يعني في سنه وهو بيلعب مع كابتن عمرو جوده او مع كابتن احمد ابراهيم كان بياخد البطولات برضو، بس كان دايما يوصل للجمهوريه. صحيح. يعني ايه السبب ان هم بيخسروا الجمهوريه؟ احنا كان مشكله بالنسبه لنا نفسيا، ودايما يدخلوا دوره ثلاثيه
فهو جيل مميز يعني. ده الميزه بقى، اتحطوا في نفس الكونديشن ونجحته تعدوا بيهم لبر الامان. بس يا ناس انا عايز اسالك برضو يعني، طب انت طموحاتك ايه الفتره الجايه؟ لعبتي مع الدرجه الاولى ولا لا؟ لعبت ماتشات ولا سخنتي بس؟ لا لعبت في الدوري. لعبت في الدوري كمان. طب ما شاء الله يعني انت لعيبه كمان اساسيه. طب انت يعني طموحاتك ايه؟ برضو اكيد منتخب يعني، وان شاء الله يعني يا رب اكمل يعني ميرسي، عشان اخر سنه خلاص 18 يعني لازم ان شاء الله تكملي. وكمان خلي بالك الموسم انت عملته ده اكيد كابتن ايهاب يعني هيدعم الفريق بيكم بعد كده. طب وايه مين ماسك الاعلى برضو؟ ريم موسى. برضو ريم موسى جامده صح؟ عارفه ريم موسى اللي يميزها ايه؟ شخصيتها. اوكي. يعني ملتزمه منضبطه بتادي في الملعب، حتى ادائها في الملعب بانضباط. فيعني ريم موسى عايزين تبقوا زيها، نمره واحد انضباط، انضباط جوه الملعب وبره الملعب. ان شاء الله ربنا يوفقكم باذن الله. وانا متفائل انتوا يعني هي بس سلمى شويه بتفتكر ايام وبتضحك، بس ايه كل ده في الاخر اترجم لكاسين عندنا وبطوله رائعه. عملتوا اللي عليكم. الحمد لله. الحقيقه يا كابتن انا طبعا يعني نفس الوقت يطول، ولكن في نجوم كمان معانا في الفرقه، لاعبات لسه طالعين وان شاء الله ينضموا لنا. فانا بشكرك كابتن نبيل، نورتني وشرفتني. الله يخليك. طبعا ده سلام مؤقت. انا كنت عايز بس حاجه، عايز اشكر اولياء الامور طبعا. بصراحه احنا اخر شهر كان مشكله بالنسبه لنا خروجنا بره النادي. طبعا اهم حاجه طبعا النادي، واهم حاجه ان نكسب بطولات افريقيا وبتاع كده اهو. بس تعاون اولياء الامور وتضحيتهم ان هم يجيبوا اولادهم ويودوهم سواء في اهل مدينه نصر او في الشيخ زايد او في شباب الجزيره، ده كان برضو عمل روح للفريق. صحيح. يعني التضحيه دي بتبني الشخصيه بتاعت اللعيب ان هو لا انا بدل ما اتضحيت لازم اكسب. صحيح. دي حاجه كانت جميله جدا منهم. هم دول الاساس، هم دول وقود الرياضه. طبعا. الاسر هي دي وقود الرياضه، وهي اللي بتدفع اولادهم لقدام. اكيد كابتن نبيل نورتني وشرفتني. كابتن سلام مؤقت بس في تورته بقى وبتاع يعني هنقعد مع بعض يعني ان شاء الله نقطعها والعاده وكتقليد طبعا نحتفل بيكم. كابتن اسلام نورتيني وشرفتيني، والف مليون مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك. سلمى نورتيني وشرفتيني وجود لك، ونتفرج عليكي بقى في الماتشات يا رب ان شاء الله. كذلك برضو ايناس نورتيني وشرفتيني، برضو هنقطع التورته في تقليد عندنا لا بنجيب تورته ونقطعها ونحتفل بيكم طبعا ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير عشان نضمننا بقى كل نجوم الفريق، نقعد نتكلم معاهم ونفتكر الذكريات. الحقيقه احنا قاعدين مش قاعده تكريم قد ما قاعده نفتكر الايام الصعبه اللي مرت والايام الحلوه كمان اللي مرت. فاصل قصير واجه لحضرتك. حضراتكم لسه مستمرين معاكم في تكريم طبعا والاحتفال بفريق الانسات 2000 و2001 او فريق تحت 18 سنه اللي حصل على بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه في انجاز جديد. يمكن السن ده اول مره يعمل الانجاز ده، وده برضو يدل على النادي الاهلي دايما بيقف ورا اولاده لغايه ما يحققوا الانجاز. برحب طبعا باللاعبات اللي انضموا لي، لاعبات الفريق. كابتن الفريق بتول عادل، اهلا بيكي. اهلا بعد. نورتيني وشرفتيني قبل كده مع الفريق الاول يا بتول. مبروك مع فرقتك. الله يبارك في حضرتك. طبعا بيشرفني كمان نوران خالد لاعبه الفريق، اهلا بيكي يا نوران. ازي حضرتك؟ والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. وطبعا بينورني ياسمين عماد، ازيك ياسمين؟ الحمد لله. والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. مشرفني كمان زينه سعيد، ازيك يا زينه؟ ازي حضرتك؟ مبروك. الله يبارك في حضرتك. يمكن اروح لكابتن الفريق طبعا بتول، يمكن لعب في الدرجه الاولى غير لعب مع فرقتك، ايه الفرق؟ في الدرجه الاولى بيبقى اصعب من 18 يعني. 18 بتبقى برده مع فرقتي فبيبقى سهل شويه احسن من الدرجه الاولى. الدرجه الاولى واحنا نازلين بيبقى برده يعني في خوف شويه كده، لكن في 18 براحتنا. بس المفروض يبقى العكس يا بتول، يعني انت في الفريق فرقتك بيبقى الحمل عليك اكتر، وبيبقى انت اللي شايله الموضوع، مش انت لوحدك طبعا، انت ونجمات الفريق. بس اللعيب اللي بيلعب درجه اولى ويجي ينزل مع الفريق بتاعه بيبقى محطوط عليه امال كبيره. فانا شايف انه العكس، بس انت بتقولي لا انا مش شايفه مشكله نلعب مع فريق. لا في ال 18 اسهل بكتير من الفيرست تيم. طب وليه يا بتقول يمكن لما كابتن اسلام جه في البدايه، كابتن اسلام ما بيهزرش، بيشتغل شغل ولاد يعني مش شغل بنات، بيشتغل شغل قاسي، ما لقيتيش في الاول، ما اشتكيتيش، ما قلتيش لا مش هقدر اكمل، ولا دوست على نفسك؟ لا دوسنا على نفسنا وحاولنا. هو كان طريقته غريبه عننا شويه في الاول،
بس يعني ما كناش متعودين على كده. بس لا يعني حاولنا ان احنا نبقى يعني نمشي معاه واللي يقول لنا عليه نسمعه ونتعامل معاه عادي يعني. ما كانش في فرق خالص. اتغيرتوا؟ غيرتوا طريقه لعبكم حتى وطريقه تفكيركم عشان تتواكبوا مع المدير الفني الجديد، صح ولا غلط؟ يعني كنا في الاول مش عارفين نتعامل شويه، بس لا بعد كده بقى. طب قولي لي بابا وماما ما جوش قعدوا معاكي مره شويه؟ دي على فكره صور ليكوا اهي على الشاشه، دي كانت في صاله شارع الدخان، دي في الدوره الثلاثيه صح؟ ده في الفاينل. جميله، وده طبعا لحظات التسليم كابتن فتحي شحاته وكابتن يحيى زكريا والمستشار طبعا تامر عبد الله، وكانوا بيسلموا طبعا لكابتن اسلام الدرع البطوله. خليني اقول حاجه يعني برضو هبتقول يعني حاجز نفسي، انتوا حصل معاكم الموقف ده مرتين قبل كده، طلعتوا دوره ثلاثيه ولم نوفق، ففي رهبه شويه اول ما نسمع كلمه دوره ثلاثيه نتخض، لا مش هناخد الموضوع. عملتوا ايه السنه دي مختلف؟ احنا المره دي بقى كان مختلف عننا قوي عن السنين اللي فاتت. المره دي كنا احنا اللي عايزين الدوره الثلاثيه، احنا اللي عايزين نلعبها، احنا اللي عايزين ناخد اول ان شاء الله. وكنا يعني كان كل حماسنا في ان احنا ناخد اول، احنا مش بنفكر في اي حاجه غير ان احنا ندخل ناخد اول بس. ده ما كانش عندنا. انتوا لما اتمرنتوا على الدفاع والهجوم وتمرين جامد وجري ونط وبتاع، حسيتوا انتوا اعلى من الفرق؟ يعني انت لما تنزلي، انا بتمرن كويس مثلا، مش انا هيثم، انا كلاعب بتمرن كويس وبحس بنزل الملعب بحس ان انا راكب الملعب، انا بعمل اللي عايزه، حاسس ان انا هكسب في اي لحظه، انا احسن من كل دول، زي اللي مذاكر كويس. انتوا كنتوا حاسين ده السنه دي؟ احنا كنا حاسين ده عشان احنا الحمد لله تعبنا قوي واتمرنا كتير، وكابتن اسلام عمل مجهود كبير قوي معانا. طب اللي كابتن اسلام كان بيعمل ايه مع حد يتاخر؟ الموارد جاي من المدرسه متاخره، كان بيعمل ايه كابتن اسلام؟ لا والله ما كانش بيعمل حاجه، يعني احنا كنا بس بنستاذن منه ان احنا نتاخر شويه درس مدرسه. طب حد ما استاذنش؟ لا عادي شويه. لا الصراحه عمره ما طلب حد ما يعني جاي متاخر من درس ولا حاجه، لا كان بيدخلنا كله. انت عارفه انه مع الولاد ما كانش بيعمل كده؟ كان بيخرج بره على طول بره الولاد اللي جاي، بس هو التعامل مع البنات غير طبعا. لا ما طبعا بالظبط، بنات وبتاع، وانت جاي مع باباكي او باباكي او مامتك بيبقى الموضوع صعب وجايين. فكابتن الاسلام اكيد راعي الموضوع ده، بس حلو ان انتوا تحملتوا المجهود، وحلو ان انتوا شفتوا نفس النظام بتاع الدرجه الاولى. صحيح ولا انا غلطان؟ يعني ياسمين انت لعبتي مع الدرجه الاولى ولا لا؟ لا صراحه ما لعبتيش. طب انت يعني خلينا نقول انه النقله جامده، كل مدير فني وليه فكره وكل فرقه وليها فكره، انتوا مع بعض بقالكم سنين طويله وخلاص دي اخر سنه ليكم وبعد كده الدرجه الاولى. لما كابتن اسلام جه فكر جديد ودنيا جديده، زرع فيكم الهدف بقيتوا عايزين تاخدوا البطولتين، كل بطوله تخش تاخدوها، ولا قلتوا هنعمل اللي علينا وخلاص؟ لا هو كان عامل فينا هدف، وكان دايما بيشجعنا وشايف ان احنا امكانياتنا فعلا تقدر تجيب اول. هو كان دايما بيعمل معانا مجهود، فاحنا حسينا ان احنا فعلا نقدرها، فكل تمرينه بنحس ان احنا فعلا اتحسننا، ولو مستوانا كمان عادي يعني اتاكدنا ان الكابتن فعلا عنده حق ونقدر ناخدها. طب يعني هسالك سؤال بامانه، يعني قولي لي بصراحه، انتوا لما كابتن اسامه قال لكم كده واشتغل معاكم كنتوا مصدقين من جواكم؟ يعني ممكن في الاول شويه لما كنا لسه بادئين الموسم، يعني كل واحد لسه راجع بقى من اجازه، فكناش حاسين الموضوع، بس بعد فتره بقى يعني حسينا ان لا احنا نقدر ونكمل في المجهود ده هنجيبها ان شاء الله. طب قولي لي، انا كنت عارف ان كابتن اسلام بيلعبكم مع فرق اكبر منكم، يعني ساعات كنت بتلعبوا مع فرق اكبر منكم او فرق كنا ساعات بنتمرن مع الفيرست تيم بنلعبهم جيم كده بدل التمرين، احنا كنا يعني بنعمل معاهم جيم حلو يعني، كان حتى كابتن بيبقى طالع بيقول لنا حلو المجهود اللي انتوا عاملينه. احنا برضو في الاول كناش يعني لما الكابتن كان بيقول لنا على مجهود وحاجات ما كناش بنحس بيها، بعد فتره فعلا يعني لقينا لا ده الكابتن عنده حق يعني. يعني ما الكابتن كان بيقول لكم اقفلوا الانسايد وافتحوا البيز لاين مثلا وخلي يعني ما كناش بنعملها في الاول فعلا. يعني ممكن نسمع الكلام بس بعد بقى الوقت هيفيد ايه ده لما اعمل كده هيفيد ايه صح؟ بعد كده بقى خدنا بالنا وفهمنا الموضوع، بدات تنفذوا وبدات تشوفوا حتى انتوا. ما هو دي الفكره بقى، المهم في اللعيب انه يصدق المدير الفني عايزه منه، انتوا حسيتوا بده مع الوقت. وصلت. طب قولي لي بقى، اول ما خسرنا ماتش سموحه اللي كان في الاستاد وكسبنا ماتش الصيد وقالوا هنعمل دوره ثلاثيه، قعدتوا مع بعض قلتوا ايه؟ احنا يعني دي كانت الدورات الثلاثيه اللي فاتت كنا ما بتيجي ما بنحسش ان احنا قادرين على ان احنا نكسب، بس دي كنا متشجعين جدا فيها ان احنا نقدر نكمل، ما حدش كان باصص حتى لتاني او تالت، كلنا كنا بنقول احنا هنكسب الماتشين ان شاء الله وناخد اول يعني. طب اجتمعتوا مع بعض يا بتقول يعني انتوا قعدتوا كابتن الفرقه قعدتوا مع بعض اتكلمتوا بغير المدرب؟ قلتوا لبعض ايه؟ قولي لي بقى. احنا كنا بنعترف يعني كنا بنشجع بعض يعني، وكنا بنتكلم مثلا على كل فرقه لوحدها دي مثلا بتعلى علينا ازاي، او مثلا الماتش اللي فات لما لعبناها كنا ايه الغلطات. تمام. يعني انتوا كنتوا بتقعدوا تحاسبوا نفسكم حتى قبل ما كابتن اسلام يحاسبكم،
بس دي طفره كبيره قوي يعني. انتوا يعني ما شاء الله بقى عندكم حتى احساس عالي بالمسؤوليه، مش بس ان انتوا بتلعبوا ماتشات وخلاص. طيب يعني خلينا نقول مين اللي زرع فيكم ده؟ هل انتوا الموضوع ده بينكم من بعض، ولا برضو كابتن اسلام حسسكم ان انتوا لازم تبقوا مسؤولين من نفسكم؟ يعني ممكن كانت حاجه حبه كده وحبه كده. يعني احنا كنا لوحدنا ماشي، كنا نقعد مع بعض، بس طبعا لو ابتدينا نفهم برضو اللعب من كابتن اسلام لما قعدنا بقى ابتدينا يعني ناخد بالنا من غلطاتنا لوحدنا. تمام. يعني طبعا انت في الكوره دي لا مش عارف يعني. طب كابتن هاب كان بيعمل معاكوا ايه؟ هاب الاخر كابتن هاب كان بيشجعنا بقى ويقول لنا ان احنا فعلا فرقه اعلى منهم، او يعني مش يعني نقدر نكسب وبقينا في نفس المستوى، المهم بس نفضل يعني نبقى فرقه واحده ونشجع بعض فنكسب كده. كل ده اترجم في الاخر لمكسب، واكيد انتوا كل التعب ده راح، اكيد انتوا ناسيين كل ده فاكرين بس المكسب. طيب خلينا يعني نوران اجيلك، نوران خالد طبعا لعيبه الفريق. خليني اسالك، احلى لحظه عشتوها في الموسم كله؟ اكيد لما خدنا الكاس، بس برضه ساعه ماتش السيد الاولاني دي يعني حسينا ان في امل جديد، اللي احنا لما يعني حسينا ان احنا نقدر نعمل حاجه، فدي كانت لحظه حلوه كمان غير الكاس. يعني لحظه ماتش السيد اللي كان الاولاني اللي احنا كسبناه، اللي احنا لو كسبنا هنلعب دوري ثلاثيه، لو خسرنا بره يبقى ده لما كسبناه دي كانت فرحه حلوه جدا، يعني حسينا ان احنا فعلا في امل جديد ونقدر نلعب على اول من جديد. طب قولي لي بامانه، لما تعرف ان في دوره ثلاثيه وخلاص جايين اول ماتش بكره في الدوره الثلاثيه، ما كانش في قلق؟ يعني هو احنا في الاول قلقنا، بس احنا كنا يعني متشجعين قوي، اللي احنا يعني احنا كنا عايزين ناخد اول، فما كناش شايفين اي حاجه قدامنا غير اللي احنا ناخد اول. بقى عندكم الحماس مغطي يعني؟ كان في حماس اكتر من القلق. فالحماس بان في الملعب. طب قولي لي برضو في حته مهمه، يعني يمكن اللعيب في الملعب بيكون مصدق ان الدفاع هو اللي بيكسبه، انتوا بينكم من بعض بامانه كان بيبقى في قلق، انا ما لعبتش ببقى زعلانه شويه اللي ما لعبتش، في لعيبه ولا ده ما كانش موجود؟ لا ما كانش موجود خالص، احنا كلنا كنا ايد واحده وكنا على طول بنشجع بعض، اللي لعب زي اللي ما لعبش، اللي يعني كان جوه الملعب كان بيلعب واللي بره الملعب كان بيشجعه كانه هو مكانه. بس فاحنا كنا ايد واحده. المكسب بيبتدي من على البنش؟ اكيد كابتن اسلام كان على طول بيقول لنا كده، اللي بره زي اللي جوه. صح. اي فرقه عايزه تعرفها تكسب ولا لا، خش بص على بنشها، لو بنشها بيشجع وواقف على رجله وبيشجع زمايله يبقى دي الفرقه دي روحها كويس، لو لقيت البنش قاعد سرحان وكل واحد في حته ثانيه اعرف. لا احنا كنا على طول بنشجع كويس جدا، حتى اللي بره كان زي اللي جوه يعني. بس طيب قولي لي انت اتمرنتي مع الدرجه الاولى ولا لا لسه؟ يعني لا اتمرنت شويه بس ما لعبتش ماتشات معايا. انت مواليد 2001 صح؟ انا 2001. لسه قدامك السنه الجايه كمان. فالسنه الجايه ابتدي بقى تلعبي مع الدرجه الاولى في الصعادي، تلعبي معاهم ان شاء الله. طب خليني اسالك، مين بقى ماسك الاعلى؟ يعني انت شايفه مين اللي هو نفسك تكوني زيه؟ ريم موسى. ما شاء الله برافو عليك. لعلمك ريم يعني مثل بجد يعني يحتذى به. بصراحة. يعني لعبا وخلقا وتركيزا وكل حاجه. طب نفسك تحترفي زيها؟ اكيد طبعا. بابا وماما هيسيبوكي؟ ما اعرفش دي بقى. ان شاء الله. طب انت مش نفسك تطلعي جامعه يعني؟ لا نفسي طبعا العب زيها واحترف بره، عندي ده حلم عندي. وممكن تبتدي بدراسه زي هلا شعراوي؟ يعني ممكن تبتدي بدراسه والدراسه توديك الاحتراف يعني ان شاء برضو الله. وخلي بالك امريكا الباسكت هناك عندك نادين اهي. يعني متابعين نادين ولا لا؟ لا متابعينها. طب عارفه بتعمل ايه؟ خدت السنه دي برضو السنه اللي فاتت كمان خدت. خدت جايزه كويسه السنه دي. متابعينها انتوا على الفيسبوك وشايفين كل حاجه صح؟ طب قولي لي انت يعني نفسك في ايه؟ يعني خلي بالك انت دلوقتي 2000 خلاص هيطلعوا درجه اولى، هيطلع لك بقى اللي تحت 2002. ممكن تعملوا مع بعض نفس الانجاز ده تاني ولا؟ ان شاء الله. وهم كمان كانوا لسه واخدين بطوله، فاحنا ك 2001 وك 2002 عندنا نفس الحماس، اللي احنا يعني هم خدوا الجمهوريه واحنا خدنا، فالشعور يعني كان حلو بالنسبه لنا احنا الاثنين، فاحنا عايزين نكرره تاني. وهم يعني زي ما بيقولوا راكبين على جيلهم وانتوا راكبين على جيلكم، فان شاء الله ناخد. طب انت بيني وبينك كده يعني حاسه ان احنا ممكن السنه الجايه، خلي بالك الفرقه بتتطور برضه اكيد يعني طبعا، شايف ان احنا ممكن نعمل انجاز تاني؟ يعني ممكن نحافظ على ان شاء الله لو اشتغلنا على نفسنا زي السيزون ده وتعبنا اكيد ربنا هيكرمنا وناخد اول. طب لو السنه الجايه بجي نفس المجهود ونفس التعب ده مش هتضايق؟ على ايه بالظبط؟ يعني يعني خلي بالك انت لما بتبتدي الاعداد مفيش سفر، مفيش فسح، مفيش لا انا رايحه مع ماما مش عارفه فين، رايحه مع بابا فين، مفيش الكلام ده. لا مفيش خالص. عندك استعداد تدفعي نفس الثمن اللي دفعتوه؟ لا هناخد اول جمهوريه.
تاني. يعني انت شوفي عشان هو شعوري حلو جدا الصراحه. احنا ما كناش جربناه قبل كده. لما جربناه اي حاجه يعني بنضحي عشانها لا تستاهل اللي احنا نضحي علشان ناخد اول جمهوريه. اكبر درس اتعلمته على فكره خلي بالك. طبعا اكبر درس ان كل حاجه لها تمن. بيقولوا يعني انت عايز مكافاه لازم تاخد قصادها، مفيش حاجه ببلاش. فالثمن ان انتوا بتضحوا. طب انت ما زعلتيش مثلا رايحين مصيف او رايحين الساحل ولا وانت تقعدي بقى تتنمي. هو في الاول اكيد يعني مثلا بتتضايق شويه ان عيلتك مثلا كلها مسافره او كده، بس بعد كده لا خلاص لما بنتعب وبنلاقي لا خلاص كل ده بننساه. يعني لما بنشوف الكاس قدامنا خلاص بقى نسينا كل حاجه احنا اتضايقنا عشانها او اي حاجه. المكسب يشيل كل حاجه خلاص. طب اروح لزينه برضو. زينه سعيد طبعا نجمه الفريق، قولي لي انت نفس الشعور برضو تعب ومجهود، ما زعلتيش في لحظه كده قلت السنه اللي فاتت لا انا عايز اسافر بقى ومعدين بقى في كابتن الاسلام ده هيتعبنا، ما قلتيش كده؟ لا لا بعد لما خدنا الكاس خلاص. لا انا بتكلم قبل بقى. لا بعد الكاس ما فيش حد هيزعل. لا انا بتكلم قبل بقى في الوقت ما حصل ده ما اتضايقتوش شويه؟ هو شد علينا ليه الكابتن كده؟ احنا عايزين ما اكيد بنتضايق في الاول، بس بعد كده بنبقى عارفين ان احنا بنعمل كده عشان ناخد اول وكده. صحيح. طب قولي لي هسالك سؤال في الدراسه ودي مشكله الكل، بتعملي ايه؟ يعني قولي لي بتبتدي يومك ازاي؟ يعني انا ما سالتش طبعا كل اللاعبات، هسالك انت. بس هو عامه اديني يومك بتعملي ايه؟ لا يعني هو على حسب التمرين. تمام. بيبقى ميعاد التمرين وعلى حسب الدرس، بس عامه يعني انا بالنسبه لي التمرين بينظم لي وقتي ان انا اذاكر وكده يعني. تمام. انا جربت حتى ان انا اقعد واجرب ان انا اذاكر، لا ما كنتش بذاكر، لكن لو رحت التمرين وذاكرت خلاص. يعني انت بتقولي ان التمرين بيساعدك كمان بينظم لي وقتي. صح، برافو عليك. انت اي جي ولا عادي؟ اي جي. الاي جي ممكن بيبقى برضو حمل عادي محتاجه مذاكره. قولي لي مثلا يومك انت عندك تمرين بالليل مثلا من 6، كابتن اسلام بيمر من 6 ل 10 انا عارف، بس مثلا نقول من 6 عندك تمرين، تعمل ايه في اليوم؟ لا عادي هصحى بدري يعني، بس مش بدري قوي يعني، مثلا اصحى 9 مثلا اقعد اذاكر، لو عندي درس مثلا هروحه قبلها وبعدين اطلع التمرين. تمرين. طب وبعد ما ترجعي من التمرين خلي بالك ما انت مطالب منك مذاكره برضو، بتعملي ايه؟ هل بترجعي تذاكري ولا تنامي عشان تصحي تاني يوم بدري؟ يعني لا يعني انا بالنسبه لي انام وبعدين اصحى الصبح. طبعا بترجعي مش شايفه بالتمرين وتقريبا كلكم كده. طب قولي لي انت اتمرنتي مع الدرجه الاولى ولا لا؟ اتمرنت السنه اللي فاتت بس مش كتير، ما لعبتش معاهم يعني. ما لعبتش معاهم. طب انت برضو نفس السؤال اللي سالته البتول، انت شايفه الدرجه الاولى ازاي؟ شايفه عشان الواحد يلاقي له مكان في الدرجه الاولى محتاج يعمل ايه؟ محتاج يعمل زي ما كابتن اسلام كان بيعمل معانا، ان احنا يعني لما نخش التمرين ما نفكرش في حاجه غير في التمرين، ونموت نفسنا في التمرين وبس، وده يعني واكيد ربنا هيكرمنا يعني. طب انت قولي لي يعني من بدايتك خالص ايه اللي حبيتك في الباسكت؟ يعني كل البنات اكيد في حاجه خلتهم يلعبوا باسكت. هل كان ليكي اخت؟ كان ليكي اخ بيلعب؟ لا هو انا الحقيقه كنت دخلت الباسكت، كنت داخله كده يعني، كنت بلعب حاجه ثانيه وبعدين دخلت وعادي، كانت صاحبتي دخلت فدخلت بلعب سباحه. سباحه. ما كل بيبتدي سباحه. لقيت كره السله حلوه دخلت. يعني كنت داخله عادي في الفن كده وبعدين كملت فيها يعني. مين بقى اول مدرب مراني؟ فاكر اول مدرب ولا صعب؟ اصل خلي بالك اول مدرب هو اللي بيحبب الواحد في اللعبه. لا صعب. مش فاكر. كنت اتمرني في مدينه نصر طيب ولا كنت في مدينه نصر؟ وبعد كده اتنقلت للجزيره. طب قولي لي انتوا كفرقه بقى، لما يعني مثلا بتقول كابتن فرقه بتيجي تقول لكم يا جماعه احنا نقعد عايزين نقعد مع بعض اجتماع، بتقولوا ايه؟ بتقولوا لبعض ايه؟ يعني لو ما عندكم ماتش مهم، بس عشان اقول لك عندك ماتش مهم تاني يوم وقاعدين مع بعض بتتكلموا، البتول بس اللي بتتكلم ولا انتوا بتقولوا معاه؟ لا كلنا بنتكلم مع بعض. ايه؟ يعني عايز احنا بنحاول يعني نهزر في الاول كده ان احنا نبعد عن الخوف وكده وان احنا هنكسب وبس يعني. طب قولي لي مين معاكي في الاوضه؟ مين انتوا؟ طبعا بيبقوا الاوضه بيبقى اي معسكر بيبقى فيه الاوضه. يعني كانت في اول معسكر مثلا ريم اشرف وريم علي طلعت، في المعسكر الثاني زينه وهنا. طيب لما بيكون عندكم ماتش تاني يوم ليه بسال الاسئله دي؟ خلي بالك انت في بنات بيتفرجوا علينا صغيرين فهيشوفوك. عندك مثلا مباراه بكره مهمه وانتوا في الاوضه ما بيجيلكوش نوم، بتناموا بدري؟ يعني قولي لي بتعملوا ايه؟ يعني بتبقوا بتجهزوا الماتش ازاي؟ لا احنا بنحاول ننام بدري وبنلم موبايلات اكيد، ومثلا وكل واحد بقى يعني الصبح بيبقى على حسب كل واحد بيبقى ليه طريقته عشان يخش في الماتش وكده. بتقوموا تفطروا بميعاد ولا الكابتن بيسيبكم؟ بميعاد. تقعدوا يعني تقعدوا براحتكم، اصل في فرق يقول لك لا خلي اللعيب ينام براحته، في مدربين يقول لك لا اصحى بدري كل الفرقه تفطر مع بعض، انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ يعني على حسب برضه. على حسب. صح، على حسب انتوا الماتش خلص يوميها قبلها الساعه كام؟ نمتوا الساعه كام؟ بيحسب اكيد المدير الفني المواضيع دي. طيب طموحاتك ايه؟ نخش منتخب مصر طبعا. طبعا.
وان انا اخش في تيم افضل في النادي الاهلي. يعني مش حابه تسافري او حاجه؟ يعني يبقى في طموح يعني. ما اكيد عايزه اسافر بس خلاص يعني. زي انت شايفه نادين عندنا سافرت وهلا شعراوي وريم موسى، وعندنا حتى في كره اليد عندنا بنات محترفات بره، عندنا مروه، عندنا رحاب جمعه، مروه عيد ورحاب جمعه محترفات فرنسا يعني. عندنا بنات في النادي الاهلي بيطلعوا بره، هل ده يعني تفكيرك ولا لا؟ طبعا هو في تفكيري يعني، بس هو يعني خلاص بقى الجامعه يعني خلاص هنخشها بقى. بالظبط، وهي خطوه بخطوه بتاخديها. ربنا يوفقك يا رب ان شاء الله. يمكن بتقول اجيلك انت كابتن فريق وانت اكتر واحده يعني بيدور بينك وبين البنات كلام. خلينا نقول انه لازم بيبقى في حد بيزعل لما ما بيلعبش، ده وضع طبيعي يعني. متهيئ لي كده يعني لعيبه ما لعبتش مثلا، ما نزلتش كتير، بيحصل الكلام ده في الفرقه. هل انت بتروح تتكلمي معاهم ولا الكابتن هو اللي بيتكلم؟ بتعمل ايه في موقف زي ده؟ هو بيبقى فيه كده بس هو مش كتير يعني. احنا بنشجع بعض كتير جوه الملعب على بره الملعب، بس بيحصل ساعات بروح اتكلم معاهم، وان يعني اكيد ربنا هيعوضنا وان هننزل يعني. هو كابتن اسلام برضو ما كانش مثبت ال 12 بتوعه، بيغير ساعات. فحتى كنت بقول لهم يعني لو ما لعبتيش النهارده هتلعبي بكره ان شاء الله. فيعني بس يعني اعملي اللي عليكي واجتهدي. مفيش استجابه من الزمالك؟ يعني هم بيبقوا متضايقين ويعني عايزين يلعبوا كده، بس لما بتكلم معاهم بيقتنعوا شويه. طب قولي لي انت ككابتن فرقه، النادي فرحان بيك ومبسوط بالانجاز بتاعكم، حاسه بحاجه كويسه ولا حاسه ان محدش حاسس بينا؟ لا حاسين بينا احنا حقيقي. يعني انا حاسس النادي كله حاسس الحقيقه باللي انتوا عملتوه. فهو كمان انتوا يمكن موسم او يعني اخر فرقه خدت البطوله، فكان يعني زي ما بيقولوا اخر حاجه بتبقى والختام نسك زي ما بيقولوا. حاسين الناس حاسه بيكوا؟ حاسين، وحاسين ان هم مبسوطين بينا، وان يعني كان برضو احنا كان نفسنا في كده، فلما حققناه كل الناس كانت مبسوطه بينا. اكيد. طب قولي لي ياسمين، يعني انت طموحاتك ايه اخر يعني؟ انت نفسك اكيد مش البطوله اخر حاجه. طموحاتك ايه؟ نفسك في ايه؟ هو يعني كفايه لازم طبعا ان انا احاول احسن نفسي كلاعب في الباسكت. ده طبعا لو اتحسنت ممكن يبقى ليا فرصه بقى ان انا يعني اما اتصعد فيرست تيم فابقى عامله شغل كويس، اما اقدر اخد اسافر بره حتى يبقى الدراسه كمان بره بتبقى كويسه. ف برافو عليك. طب قولي لي انت يعني برضو في حته المذاكره تعبانه يعني، حاسه ان الموضوع صعب ولا الموضوع ممكن يتحقق ان انا اكون في كليه كبيره وبرضو لعيبه كويسه؟ لا هو لو انا طبعا لو حد بيبقى عايز فعلا يذاكر وعايز يروح يتمرن هيقدر يعملها، انه طبق بيبقى معتمد تنظيم الوقت. أكيد. بس فانا لو مهتمه في ان انا لازم ابقى كويسه هنا وهنا هقدر انظم وقتي واذاكر. تنظيم الوقت، انت قلت كلمه كويسه جدا، تنظيم الوقت، هتقدر تعمل كل حاجه. كل التوفيق ليك ان شاء الله. نوران يعني قولي لي برضو، انت اكيد ليكي طموحات، اكيد ليكي فكر في الثلاث اربع سنين جايين، هو ده مفترق الطرق لكل اللاعبين اللي في سنكم. ايه شايفه الدنيا ازاي؟ يعني اكيد نفسي اخش المنتخب احترف بره، واكيد برضو ان انا يكون ليا مكان في فيرست تيم في النادي الاهلي. اكيد ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. وده حلمك وان شاء الله ربنا يحققه ان شاء الله. طيب وبرضو يعني زينة شايفه ازاي سنتين ثلاثه اللي جايين معاكي؟ سنتين ثلاثه جايين؟ طب انت نفسك تخشي جامعه ايه طيب الاول؟ انا عايزه اخش عمليه. كلية عمليه ولا كلية عمليه؟ صيدله. عايزه اخش صيدله يعني. بس خلي بالك ده هيبقى صعب مع الباسكت. بس ان شاء الله ربنا يوفقك. ان شاء الله. نورتيني وشرفتيني طبعا زينة سعيد. شكرا. الوقت مر سريعا، بس احنا برضو زي ما قلنا هنطلع فاصل اكيد في الاخر وكلنا هننضم لبعض نقطع. زينة سعيد بشكرك، نورتيني وشرفتيني. طبعا بشكر نوران خالد، نورتيني وشرفتيني والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. بتقول عادل شكرا جزيلا كابتن فريق، ومزيد من البطولات وتجينا كتير بعد كده ان شاء الله. واكيد طبعا ياسمين عماد نورتيني وشرفتيني. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير عشان استقبل يعني اللاعبات، باقي اللاعبات فريق 18 سنه، عشان نشوف اخبارهم ايه، نشوف ايه طموحاتهم، نعيش معاهم امالهم وطموحاتهم الفتره الجايه. فاصل قصير وارجع لحضراتكم.
لسه مكملين مع حضراتكم طبعا تكريم فريق 18 سنه للانسات واللي حصل على بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه كانجاز يعني الحقيقه كبير لهذا السن. برحب طبعا بريم اشرف لعيبه الفريق. اهلا بيك يا ريم. اهلا بحضرتك منورانا والف مليون مبروك. اهلا. برحب بماهي محمد لعيبه الفريق. اهلا بحضرتك. ماهي منورانا. طبعا برحب بهنا نبيل بخيت. ازيك يا هنا؟ ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك. برحب ايضا بريم علي طلعت. مبروك يا ريم. الله يبارك فيك. منورانا وشرفانا. ميرسي. يمكن ابتدي بريم. ريم موسم صعب طويل لعبتوا اتمرنتوا جو جديد عليكم يمكن دي اللي هتفتح عينيكوا بقى تاني للدرجه الاولى وتشوفوا ازاي تبتدوا. كلميني عن بدايه الموسم معاكم. هو احنا ابتدينا الموسم ان احنا لازم نعمل ديفنس كويس على اي فرقه لان احنا يعني كنا بنخسر يعني سكورات يعني هو سكور قليل وكده يعني اللي هو يعني احنا عملنا ديفنس اكتر شويه كنا هنقدر نكسب. فبدأ طبعا كابتن اسلام بدأ معانا لازم نعمل ديفنس ديفنس ديفنس. لا الاتاك بدأنا فيه مثلا في شهر 12 ولا حاجه لو انت مركز عليه. كل التركيز في الاول على الدفاع والاعداد البدني. بالظبط. ما زهقتوش؟ لا خالص احنا كنا عايزين البطوله عشان ناخدها فكان هدفنا البطوله. طب ريم عايز اسالك سؤال. انت باباكي رياضي صح كده ولا انا غلطان؟ كان لعيب كره يد. طب ايه اللي لعبك باسكت بقى؟ يعني كنت بشوفهم هو بيلعب يعني شفت ناس كتير في الفيرست تيم يعني شفت رانيا عادل وهي بتلعب ف حبيت الباسكت. حبيت الباسكت. لعلمك ساعات كتير جدا تلاقي الاب او الام بيلعبوا رياضه مش بالضروره لازم ابنه يلعب نفس الرياضه. بس انت خدتي يمكن اليد عنيفه شويه. قوي. انت لا ده مش قوي ده قوي يعني فاهمه يعني اليد الحقيقه لعبه احنا شفنا حتى بطوله افريقيا اللي فاتت عنيفه. عنيفه جدا جدا. انت حبيتي الباسكت تلعبي باسكت حلوه والدنيا بسيطه صح ولا غلطان؟ طيب مين اللي شجعك اكتر تلعبي باسكت بابا ولا ماما؟ ماما. كانت عايزاكي تبعدي عن المعركه دي. وانت ما صدقتي قلت يلا روح باسكت بقى لعبه حلوه وهاديه كده وجميله. طيب قولي لي برضو يعني انت في سنه كام الاولاني؟ اولى جامعه. اولى جامعه يعني عديتي بقى المعمعه كلها. بس انت كده داخله دراسه المدرسه صغيره. داخله سنه بدري. داخله سنه بدري دي فرقت معاكي. بس على فكره دي مدياكي ميزه انت خلاص عديتي. بس يعني يمكن انت اكتر واحده ممكن تحافظي على التمرين. صح. طب قولي لي يعني اكيد يعني الجامعه بيبقى الموضوع اهدى شويه بيبقى فيه تفكير اكتر اهدى بيبقى الواحد سبق اغلب البنات اللي معاه. ما فكرتيش تطلعي بره؟ فكرت طبعا يعني هو الجامعه هتديلي فرصه ان انا اعمل سكولرشيب بره او منحه دراسيه. يعني هو موضوع لسه شغال يعني ممكن سنه ثانيه. لسه الفكره ما صرفتش المبلغ. لا لسه خلاص يعني خاصه نادين لما طلعت وهلا شعراوي وريم الموضوع بيشجعكم. طيب قولي لي انت في جامعه ايه؟ اكاديميه بحريه. يعني ايه هندسه ولا بزنس؟ بزنس. طب ده برضو محتاج وقت ومحتاج تفرغ ومحتاج حضور موضوع مش سهل. بس يعني كابتن اسلام لما نعتذر له كده مره يعني احنا ما جيناش يعني عادي بس احنا هذا المعظم. طب قولي لي يومك ازاي؟ بتعملي ايه؟ يعني انا عملت جدولي في الجامعه بس ان انا اخلص الساعه 2 3 كده. تمام. وبعد كده يعني عشان التمارين بتبقى 6 8 فبرجع انام بقى وكده. انت قريبه من الجزيره ولا ساكنه؟ لا في الشيخ زايد. الشيخ زايد بس برضه قريب يعني مش يعني هي مشكلتك بس كلها في المحور. طيب وبعد كده بتروحي ترجعي البيت تريح شويه وتذاكري؟ بعد كده بنزل التمرين. ترجعي على التمرين. طب لما بداتوا الموسم يا ريم يعني خلينا نقول انتوا عيله رياضيه واكيد باباك ومامتك مقدرين يعني ايه رياضي بيتعب. بدايه الموسم كان في اعداد قوي كان في بطوله القاهره ما كانتش سهله بطوله الجمهوريه كنت حاسه ان تقدروا تكسبوا؟ طبعا كنت حاسه ان احنا كنا السنه اللي فاتت لسه واخدين الجمهوريه مع 99 فكنت حاسه لا يعني عادي عادي نقدر نكسب. عادي بالرغم ان انتوا قبل كده وصلتوا دور ثلاثيه وخسرتوا فكان الموضوع بالنسبه لكم. واحنا كنا معظم الدور الثلاثيه بنخسرها عشان اجهاد مش اكتر. يعني عشان لاعبين 9 ماتشات ورا بعض ولا من غير راحه طب ايه اللي حصل السنه دي؟ السنه دي احنا واخدين اسبوعين راحه فرق بين الفاينلز الاولانيه والدور الثلاثيه. بس برضو خلي بالك اكيد الناحيه البدنيه اعلى يعني مش بس الاجهاد هو اللي ممكن يخلي الواحد لا انتوا اكيد زدتوا يعني خلينا نقول ان الدفاع هو اللي زاد معاكم جدا. ايوه ما احنا التمارين اختلفت طبعا عن 16 من 18. طب كلميني عن الروح بينكم من بعض يا ريم. يعني انتوا بينكم من بعض بروحكم عامله ازاي؟ هل انتوا لما بتحسوا ان مباراه جايه صعبه كلميني عن الكواليس اللي بتحصل بين اللاعبات؟ هل مثلا بتقعدوا تكلموا بعضيكم لا احنا محتاجين نكسب البنت الفلانيه في الفرقه الفلانيه قويه لازم نعمل عليها كذا كلام بيدور منكم ولا انتوا بس بتتلقوا تعليمات من كابتن اسلام؟ لا طبعا في كلام بيدور بيننا ان احنا كل واحد فينا يركز هو ماسك مين. احنا عارفين كل الناس اللي بيلعبوا في كل فرق كل واحد يركز هو ماسك مين كويس وبيعمل ايه وعارف كويس قوي بيعمل ايه. احنا لعبناهم مثلا كتير قوي فعارفين كل واحد بيعمل ايه ولازم كل واحد يركز. طب وهو لما بيبقى مثلا قصادنا قدامنا لعيب قوي جامد يعني او بنت معروف ان هي
لعبنا بتجيب سكور عالي بتشوت كويس، هل بس التعليمات اللي بيديها لنا كابتن اسلام هي دي اللي نلتزم بيها، ولا انتم ممكن تتفقوا بينكم وبين بعض لا انا همسكها لا كابتن سيبها لي انا امسكها، ولا هي تعليمات فقط بتنفذ؟ لا بنتفق بينا من بعض، ان كابتن اسلام كان اول سنه ليه مرن بنات، فيعني لسه هو اتعرف على البنات دي من خلالنا احنا اللي قلنا له يعني مين اللي بيلعب عندهم كويس مين كده. صحيح. وهو غير طبعا هو طبعا راح اتفرج على ماتشات، بس يعني احنا برده عارفين برده كل واحد بيلعب ازاي. صحيح اكتر من صحيح. يمكن هنا اجي لك انت طبعا بنت كابتن نبيل بخيت نجم كبير وعيلة رياضية، الموضوع ده فرق معاكي؟ طبعا فرق معايا جدا، عشان دايما بابا بيتجه للنقد عشان لازم ابقى حاجة اكبر، عشان انا ما ينفعش ابقى بنت نبيل بخيت كده. ودايما كمان كان لازم بيضغط عليا عشان انا لازم اتعب ولازم ابقى حاجة احسن. برافو عليك. انا عارف ان كابتن نبيل كمان يعني دايما عايز الافضل ودايما بيضغط عشان يجي يعني انا معلش اقول يعني مش اي حاجه بتعجبه خالص يعني. طيب ايه التوجيهات اللي كان بيقولها لك برده مع كابتن اسلام اكيد المدير الفني طبعا كابتن اسلام؟ ايه التوجيهات اللي شفتيها السنه دي؟ كان دايما هو بابا دايما بيوجهني من السنه اللي فاتت يعني دايما هو معايا من الاول خالص. ايه اكتر حاجه بابا دايما الدفاع دفاع اهم حاجه في رياضتنا. لازم يعني هو دايما بابا بيقول ان هو ممكن اي حد يجيب باسكت بس مش اي حد يعمل ديفنس. صحيح دي بتبقى يعني اهم حاجه في الرياضه تقريبا. بابا كان بكل اللي يخش بلوكات اللي يفوت يموت. احنا كمان كل عيلتنا رياضيه. انا خالي شريف بهيت وماما كانت رانيا الصناديري طبعا، وخالي تامر الصناديري، فيعني واخواتك بيلعبوا باسكت كمان. اخويا اخوكي يعني خلينا اقول ان انت برضو مش لوحدك يعني كلكم بتلعبوا رياضه. فاكيد ده بيفرق. طب قولي لي انت السنه دي فدت فرقتك ازاي؟ طبعا احنا دايما اهم حاجه بالنسبه لي معنويا فدت فرقتي معنويا، يعني دايما كنا بنحاول نشجع بعض ودايما كنا بنحاول تبقى اهم حاجه عندنا ان هو اهم حاجه فعلا البطوله ومصلحه الفرقه زي ما كابتن اسلام على طول بيقول. ما حدش يحط مصلحته الشخصيه ابدا قدام الفريق أبداً. يعني انا شايف ريم حتى بتقول يعني صح الكلام ده. يعني انتوا كنتوا دايما حاطين مصلحه الفرقه دايما الفرقه، وبعد كده اي حاجه ممكن تيجي بعدها. صحيح. وخلينا اقول انه موضوع الدوره الثلاثيه ده برده مش كان عمل لكم عقده شويه؟ يمكن كنت حاسين ان موضوع الدوره الثلاثيه ده وهيبقى ماتشات ورا بعض وبتاع، شفتوه ازاي المره دي؟ احنا شفناها خير. احنا شفناها بصينا الموضوع بطريقه بوزيتيف اكتر. برافو. وشفنا الموضوع خير وان احنا كده لا في امل، بدل ان احنا لو كان السموحه كسب صيد كنا ناخد تاني، لكن لا ده كده ربنا بيدينا فرصه تانيه ان احنا ناخد اول ونلعب على اول تاني. صحيح. ودايما كابتن اسلام كان بيقول لنا ان هو ربنا بيديكوا الفرصه فما تضيعوهاش من ايديكم. صحيح برافو. صحيح كلامك كويس جدا. وخلينا ماهي يمكن اجيلك، مباراة سموحة اللي خسرناها في الدور الأول، ماهي محمد طبعا لاعبة الفريق، المباراة الأولى خسرناها مع سموحة، خلاص احنا لو كان سموحة كسب الصيد كان خلص. حصل إن المباراة اللي بعدينا أو اللي بعديها في الأيام اللي بعد كده الصيد كسب سموحة، شفتوا المباراة دي إزاي؟ هو احنا طبعا يعني كان من جوانا نفسنا إن احنا ناخد فرصة تانية إن الصيد طبعا يكسبهم، عشان يبقى في فرصه ان احنا نقدر ناخد اول، ولو هم كانوا خسروا كنا هناخد تاني، بس يعني احنا كان هدفنا ان احنا اول جمهوريه. ما حبطتوش من خساره سموحه؟ ما قلتوش لا خلاص ده الدوري راح؟ هو لا يعني هو ما كانش فيه توفيق بس من عند ربنا، احنا يعني لعبنا يعني عملنا مجهود في الماتش بس ربنا ما كانش موفقنا مش اكتر بس. عملتوا ايه بعد الماتش سموحه؟ كنتوا زعلانين قوي؟ اكيد هتعيطوا بقى والكلام ده ولا؟ اكيد كنا متضايقين بس يعني كنا شايفين برضو ان ربنا اكيد مش بيضيع مجهود حد. صحيح. بس وقلنا يعني احنا برضو مش هنفقد يعني الامل وربنا ادينا فرصه ثانيه. طب قولي لي برضو، انا بحب ارجع تاني لبدايه الموسم. بدايه الموسم هي بتبقى الاساس في كل شيء، الاعداد البدني، الاعداد النفسي، السيستم القوي اللي كان حاطه كابتن اسلام. انتوا كنتوا حابين ده ولا كنتوا شايفينه هيبقى لود عليكم؟ هو في الاول الكابتن طبعا يعني كلمنا ان الديفنس بيبقى اساس مكسب اي فرقه، مش اي فرقه بيبقى عندها ديفنس قوي. احنا الاول كنا شايفينها اللي هي ممكن تكون صعبه شويه، بس مع الوقت يعني تعودنا على يعني سيستم الكابتن
ولا يعني شفنا ان احنا نقدر. طب انتوا ما زهقتوش من الظبط والربط ومفيش تمرين كل يوم ومفيش راحه وهو بس يوم واحد في الاسبوع راحه، ما زهقتوش من ده؟ لا عادي يعني كنا عارفين ان اكيد هنوصل لحاجه كبيره طالما احنا بنتعب ويعني نيجي على نفسنا. بتقولوا الكلام ده دلوقتي بس وقتها كان في يعني انا شايف ريم بتضحك يعني اكيد كان في شد وجذب طبعا. يا كابتن سيبني بقى شويه يا كابتن وبتاع، طب اسافر بس يومين وارجع، ولا كنتوا حاسين ان ده هيوصلكم للبطوله؟ يعني خلي بالك لان ده الكلام ده هو ده المهم، هو ده الدرس. يعني ممكن كنا شايفين الاول اللي احنا اكيد ده يعني عاوزين راحه او الموضوع صعب شويه، بس لا يعني هو ده اللي وصلنا. يعني انتوا قعدتوا اعداد قد ايه؟ يعني شهرين مثلا، ثلاثه في الاول، اربعه ها؟ منطقه اتاخرت. منطقه اتاخرت، قعدتوا اربع اشهر تتمرنوا، ده كتير جدا على فكره. لعبتوا في اثناء ماتشات وديه كتير صح؟ في الاخر. طب لما اتنقل التمارين عشان بطولات افريقيا اللي فاتت الطايره واليد ايضا، الصاله اتاخدت ما بقاش تتمرن فيها، فبقينا نتمرن بره. كنتوا تتمرنوا فين؟ يعني في اماكن مختلفه، مره شيخ زايد، ساعات مدينه نصر، وكنا كمان بنشوف على حسب البطوله بتاعتنا. يعني لما اول ما كنا بنعرف فين الملعب بتاع البطوله كنا بنحاول ان احنا ناخد مركز الشباب الجزيره. ما اتمرنتوش؟ لا اتمرنا، كنا بنحاول شرقيه دخان كنا بنحاول ان احنا ناخد ملعب فيها عشان نتعود. بس خلي بالك ده كان موجود برضو عليكم وعلى اولياء الامور، يعني باباك ومامتك اللي هم لما بيجيبوا فريق يجيبوكي نادي الجزيره، نادي الاهلي في الجزيره، غير لما تروحي مثلا مدينه نصر، فكان مجهود. يعني شفت تعاون كده؟ يعني حسيت ان انتوا عندكم هدف وحتى اهليكم مساعدينكم في الهدف ده؟ اكيد حسيتوا بده. طب ايه اكتر حاجه السنه دي حسيتي ان هو كانت صعبه ولحظه انتوا تعبتوا فيها وحسيتوا بندم شديد وان احنا لازم نعوض الكلام ده؟ يعني حسيتوا ده امتى؟ حسيت بده يعني انا قصدي اقول ان اكيد في لحظات صعبه بتعدي على الموسم. هل مباراه خسرناها، موقف، ماتش ازم معانا، ماتش كسبناه بالعافيه؟ لحظه كانت صعبه علينا، ايه اللي كان علينا صعب السنه دي؟ ان احنا تعبنا ويعني عملنا مجهود كبير فما كناش عايزين مجهودنا يروح. حسيت ده امتى انه ممكن مجهودنا يروح؟ هل ماتش الصيد سوري ماتش سموحه ولا كان في ماتش كسبناه بالعافيه وجالنا في الاخر واحنا كنا وحشين؟ لا هو ماتش سموحه ما خسرنا، يعني هو كان عدم توفيق مش اكتر، بس هو يعني كنا حاطين في دماغنا ان احنا لو خدنا فرصه ثانيه احنا لازم ننزل بشكل احسن عشان لعلمك ممكن الموضوع ده انت بتقولي ده صح، انتوا لو كنتوا مشيتوا المواضيع عادي ممكن ما كنتوش تكسبوا، انما ربنا اراد ان انتوا زي ما بيقولوا ايه تتقرصوا عشان تيجي لكم فرصه ثانيه. صح ولا انا غلطان؟ صح. طب لما خدتوا الفرصه الثانيه ودخلتوا على الدوره الثلاثيه كنتوا عايزين تاكلوا الفرقه باسنانكم صح؟ اكيد. احنا جانا لنا الفرصه مش هنسيبها. بالزبط. صح ولا انا غلطان؟ طيب ريم خليني اجي لك بقى انت، يعني ريم علي طلعت بنت كابتن علي طلعت طبعا واسره رياضيه، انت اخواتك البنات كلهم بيلعبوا، اخوك الزهير برضه بيلعب باسكت، ده فادك في ايه؟ يعني اتعلمت من غلطاتهم كلهم تقريبا. لعلمك هو ده اللعيب الصغير بيطلع بيتعلم من غلطات اخواته الكبار. طب انت اختك بتلعب في الفريق الاول نور علي طلعت، بتنتقديها لما تعمل حاجه غلط ولا شايفاها سوبر؟ هي طبعا يعني مثلي الاعلى، بس لا اكيد بنتقدها في حاجات في اللعب وكده. يعني 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 في اوقات بتنتقديها واوقات ما وهي بتتقبل كده عادي ولا ايه بقى قولي لي؟ عادي ما تيجي تنتقدني بعديها مش هتفوتها. طيب احنا يعني اكيد في يعني مناسبه زي دي وتكريم زي ده عمرنا ما هننسى طبعا كابتن ايهاب الالفي المدير الفني الفريق الاول، الحقيقه دلوقتي بيخوض منافسات صعبه وقويه ونتمنى له كل التوفيق. اهلا بيك يا كابتن ايهاب. اهلا بيك كابتن عادل. منورنا والف مليون مبروك، انجازات كبيره. كابتن ايهاب الالفي، كابتن نبيل بخيت، كابتن اسلام وكل الجهاز، وكابتن احمد ابراهيم، كل الجهاز، مش عايز انسى حد. الحقيقه مجهود كبير السنه دي يا كابتن ايهاب. الله يبارك فيك كابتن هيثم. طبعا الحمد لله رب العالمين. اولا ببارك لفريق تمزيه السنه وبطلات وفعلا نجوم ودول مستقبل النادي الاهلي، ببارك لهم على البطوله الغاليه. بطولة 18 سنة بطولة الجمهورية، الجيل ده مش احنا بطل الجمهورية في السنوات اللي فاتت، الحمد لله السنة دي مع اسلام وكابتن نبيل الفرقة صراحة اتغيرت مع اسلام، ببارك له ان هم ياخدوا بطولة الجمهورية رغم النقص اللي كانوا فيه ما بين انتقال لاعبات بره النادي لسفر حبيبي حاتم لاعب منتخب مصر ومن احسن
ستار سيليكشن في بطولة افريقيا مع منتخب مصر، وكمان اصابه كابتن الفرقه ولاعب منتخب مصر 15 سنه بتول، فان هم يكسبوا من غير الثلاثه دول انا بحييهم فعلا، بطوله غاليه وانا سعيد بيهم جدا وفرحان بالبطوله دي. كمان تحت 16 سنه احمد ابراهيم ببارك له مبروك، النادي الاهلي هو بطل 16 سنه وبطل 18 سنه، وحتى 14 سنه احنا كنا ترتيبنا بعيد يا كابتن عزام، دلوقتي احنا ثاني الجمهوريه فرقه قاعده مع كابتن خالد عيد بحييها برضو. فالحمد لله احنا في القطاع الناشئات الحمد لله في تدعيم، احنا مع كابتن نبيل اللي جايب ثلاث اربع بنات طولهم فوق ال 175 سنتي ان شاء الله، مواليد 2005 و2004، 16 سنه دعمنا بنتين او ثلاث بنات من الشيخ زايد وواحده من بره، 18 سنه الفرقه الوحيده اللي ما دعمناهاش صراحه، انت عارف السن ده بيبقى صعب الاقبال، فعشان كده انا الحمد لله في القطاع النشئات في طفره في قطاع النشئات، وفعلا مستقبل النادي الاهلي يا كابتن هيثم بامان باذن الله ان شاء الله يا كابتن ايهاب. وكمان ما ينفعش تبقى معايا طبعا في مداخله وما تطمنش على الفريق الاول، اخباركم ايه يا كابتن؟ والله احنا في اسكندريه الحمد لله احنا لعبنا ثلاث مباريات النهارده اجازه في الدوره المجمعه النهائيه، الحمد لله كسبنا الثلاث مباريات، كسبنا سموحه وكسبنا السيد وكسبنا الشمس، النهارده راح بكره نلعب الجزيره وبعده نلعب سبورتنج ان شاء الله سبت الجزيره والحد سبورتنج ده للنهائيات، ونرجع ان شاء الله يا كابتن هيثم يوم 5/5 الدوره النهائيه بالدوري السوبر ان شاء الله. الحمد لله احنا كسبنا ثلاث مباريات، سبورتنج خسر مباراه، فاحنا كده متصدرين الحمد لله الدوري لحد دلوقتي، وبكره نلعب الجزيره ان شاء الله، فدعواتك يا رب ان شاء الله تكون على خير. لبنى ودعواتك ودعواتنا معاك يا كابتن ايهاب، بشكرك كابتن ايهاب الالفي المدير الفني للفريق الاول لكره السله سيدات، كل التوفيق لكم في اسكندريه ان شاء الله، فاضل لكم مباراتين وترجعوا باذن الله، لبنى معاك ودعواتنا وان شاء الله اكيد هنتابعكم ونبارك لكم باذن الرحمن بطولة الدوري. يمكن أجيلي كريم كان قبل الفاصل معك أو قبل مداخلة كابتن هاب الألفي، وزي ما قلنا أن إخواتك بيلعبوا الفريق الأول، شايفاهم برضو مثل أعلى، طب قولي لي بابا بقى ساعات بيوجهك ولا إيه الموضوع؟ يعني هو أول حاجة أصلا يا مامتي هي أول واحدة بتوجهني، وبصراحة بتقولي على حاجات تخليني أحسن دايما زي بابا. إيه؟ لا ما تكلميش في الكلام ده يا واحده كده مع بعض. يعني انا على طول نسبتي كانت على الباسكت يعني وحشه قوي عشان بلعب على الحلقه. ماما اول واحده قالت لي ان انت لازم تلعبي على البورد، بصراحه من ساعه ما لعبت عليه ونسبتي بقت احسن بكتير. ده ماما ولا بابا اللي قالت لك؟ اللي قال لك ماما. ماما يعني ماما متابعه كمان وعارفه كل حاجه. يعني بابا لا بابا يعني عشان هو كابتن وكده فبيقول لي يعني اللي هي الحاجات الفنيه. لكن ماما بقى هي اللي بتخش في الموضوع يعني البيزك بقى كله. طب قولي لي يعني الدرجة الأولى، أنت طبعا متابعة مع نور الدرجة الأولى وماتشاتها وبتاع، صعبة الدرجة الأولى؟ ماتشاتها صعبة؟ هو على حسب الفرق، يعني فرقة فجأة بتكسب فرقة جامدة وفجأة تقع. حابة تخشي في الموضوع ده؟ خالص. يعني مع ما بقى وتخشي وال بس انت خلاص اصل خلاص انت كلها سنة ولا حاجة إن شاء الله وتبقي يعني مع نور بإذن الله. إن شاء الله. أنت مركزك إيه؟ أربعة. أربعة. نور بتلعب خمسة، فانت ممكن تبقوا انتوا اتنين في الملعب، ساعات نور بتلعب اربعة وخمسة، بس يعني انت ممكن تلعبي مع نور في الملعب عادي، ايه المشكلة؟ ويبقى يعني ده ساعتها بابا هيبقى فرحان جدا يعني. طب قولي لي بقى اخوك الصغير طالع زيكم؟ اخوك الصغير طالع زيكم؟ برضه محمد بيلعب تلاتة واربعة يعني زينا، كمان ساعات بلعب تلاتة. محمد عنده كام سنة؟ 12 سنة. 12 سنة لسه صغير. طب قولي لي انت عندك طموحات حابة تطلعي بره ولا زي نور ولا ايه؟ طموحات اطلع لا مش حابه تطلع. انت عايزه تقعدي هنا ونكمل بقى مع الدرجه الاولى. يعني مش حابه تسافري. طب قولي لي بقى انت يعني لما جه كابتن اسلام والتمرين والمفرمه اللي كنا فيها، انت كنت حابه ده ولا لا؟ انا ممكن ما كنتش حضرت اللي هي في المفرمه اللي في الاول، بس يعني كانت في الاخر ما كنتش حابه الموضوع قوي. بس ليه مش حابه؟ كان المجهود جامد؟ هو بالنسبه لي ما كانش جامد قوي عشان جربت الاجمد منه يعني. بس مين الاجمد منه؟ منتخب. انا وريمو حبيبه كنت في المنتخب. يعني انت كان مع المنتخب التمرين اقوى. بس هي فكره بلاش، انا كنت تعبانه من المنتخب وما كنتش حاسه ان انا يعني لسه هقدر اعمل كده مع الكابتن اسلام تاني. بس لا يعني حسيت ان الموضوع لطيف. طب انت كنت مع المنتخب في الصيف فما حضرتيش الاعداد صح؟ لا.
لا ايه كنت مع المنتخب ولا لا ما كنتش مع لا كنت مع المنتخب وما حضرتش الاعداد. يعني قصدي اقول ان انت ما حضرتيش فتره الاعداد بس كنت مع المنتخب برضو يعني برضو مجهود كبير يعني اكيد. كم انت كنت كم واحد من المنتخب مع بعض من الاهلي انت بس ولا لا ثلاثه انت ومين؟ انا وهنا وحبيبه. انت وهنا وحبيبه بالتالي كنت في المنتخب يمكن ما حضرتوش مع بعض الاعداد بس كان بعد كده المباريات بقى والسيستم كله مع بعض. طب قولي لي انت يعني بقى طموحاتك ايه الفتره الجايه؟ طموحاتي في الاول عايزه تخش كليه ايه؟ اي حاجه ربنا يديها. ده انت ما شاء الله عليك ده انت قولي حاجه يعني انت ما شاء الله يعني ايه اكيد ماما ما بتعبوش معاك اي حاجه كويسه. طيب وبالنسبه للعب؟ يا يعني منتخب بقى وكده وبتاع ان شاء الله الحركات دي كل التوفيق ليك ان شاء الله. ما هي ايه بقى طموحاتك الفتره الجايه؟ يعني ان احنا ممكن منتخب وان احنا برضو نعمل نفس اللي عملناه السنه دي السنه الجايه. طب وبالنسبه للدراسه احنا الاثنين كليه ايه ولا برضو اللي ربنا يجيبه؟ اهم حاجه حلو اللي ربنا يجيبه كويس احنا كله هنتفوق فيه ان شاء الله. طيب برضو ريم طموحاتك ايه قولي لي؟ كمل في الفيرست تيم في الاهلي والمنتخب ان شاء الله. ان شاء الله وحاسه ان ده ممكن ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طيب هنا نبيل ايه طموحاتك بقى الفتره الجايه؟ نفسي العب كاس عالم. برافو عليك كويس طموح حلو ان شاء الله. طيب بس يا رب الجيل بتاعك ما يخذلكيش يعني في اجيال كده ما تبقاش مكتوب لها انها تلعب كاس عالم ان شاء الله توصلي. طبعا وانا سعيد بيكم جدا وبشكركم وبشكرك هنا طبعا نبيل بخيت نورتيني وشرفتيني وريم اشرف نورتيني وشرفتيني ماهي طبعا محمد نورتيني وشرفتيني ريم علي طلعت يعني نورتيني وشرفتيني والف مبروك المكسب وان شاء الله نشوفك قريب في الدرجه الاولى مع اختك ان شاء الله. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير وارجع لحضراتكم اكيد عشان نستقبل بقيه لاعبات فريق 18 سنه اللي حصل على بطوله القاهره وبطوله الجمهوريه. تنس الطاولة الحقيقة اللعبة دي سنين طويلة يعني نقول 9 سنين 10 سنين احنا مش قادرين نحسب من كتر البطولات ومن كتر الدوري ما شاء الله محتكرين الدوري سنين طويلة. السنة دي أيضا رجال وسيدات الدوري العام في إنجاز كبير وإنجاز يعني زي ما بيقولوا بعد رحلة شاقة. تنس الطاولة الحقيقة من اللعبات المؤثرة جدا ولينا نجوم بره دلوقتي أصبحوا بيلعبوا في أكبر الأندية في أوروبا. خلينا نحط الضوء اكتر وكمان نحتفل بيهم في الانجاز الكبير ده خاصه ان طبعا منتخب مصر مسافر النهارده بطوله العالم فلازم طبعا نحتفل بالفريق والجهاز الفني اللي حققوا انجاز كبير. طبعا برحب في البدايه بالمدير الفني الكابتن اشرف عبد الفتاح مدير فني ورئيس الجهاز. اهلا بيك يا كابتن نور. اهلا بيك والف مليون مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك ان شاء الله مزيد من الانجازات ودايما كل سنه معانا ورافع راسنا دايما يا كابتن ان شاء الله كلنا ان شاء الله. مع حضراتكم كمان وبرحب بيه الكابتن اشرف صبحي مدرب عام الفريق. اهلا بيك يا كابتن منورنا. اهلا بحضرتك والف مليون مبروك. شكرا جدا الحمد لله ودايما ضيفنا كده ودايما يعني ايه رافعين راسنا تنس الطاوله. ربنا يبارك فيك. برحب طبعا بلاعب الفريق الكابتن محمود فتحي. اهلا بيك يا كابتن منورنا ومشرف. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام وان شاء الله بالمكسب دائما ابدا يا رب باذن الله ان شاء الله. معايا طبعا الكابتن شادي مجدي. اهلا بيك يا كابتن منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك والف مبروك على البطولات. الله يبارك فيك كابتن اشرف. يمكن موسم طويل بدانا يعني من الشهر كام كلمني عن الموسم كله وليه الموسم كان طويل كده؟ هو الموسم كان طويل جدا. هو بدا معانا في شهر 7 الحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا بطوله انديه افريقيا ولاد وبنات وبعد كده كان عندنا مشاركه في شهر 10 في الانديه العربيه بس لسبب ما شاركناش تمام. وبعد كده بقى كان فتره طويله لغايه ما بدا الدوري ووصلنا للنهائيات. يعني احنا بطوله افريقيا لغايه الدوري من بدايه الدوري ما لعبناش ما كانش عندنا اشتراك. كان عندنا نشاط فردي بس بطولات فرديه بس بطولات زي بطوله الاهلي بطولات فرديه انما بالزبط. بطولات فرقه ما كانش فيه. لا ما كانش فيه خالص. طب يا كابتن الدوري ابتدى امتى بالظبط؟ بدا في شهر 10 ولسه خلصان دلوقتي يعني كتير يا كابتن يمكن 6 شهور فتره طويله شهور. فتره طويله بس طويلة. بيتخللها مجموعات دوري مجموعات في الاول ذهاب واياب
وبعد كده بنخش في الدورات المجمعه اللي هي بتبدا في شهر 4. كان عندك اصابات برضو يا كابتن السنه دي؟ الولاد الحمد لله احنا كنا محافظين بالولاد ما كانش عندنا خالص، انما البنات هي اللي كان فيها شويه اصابات. طب يا كابتن كلمنا عن بدايه اعدادك، انت بتمشي بسيكونس معين، تمارين معينه، بدات باعداد معين عشان توصل في الاخر للانجاز الكبير ده. طبعا احنا يعتبر لحمنا الموسمين في بعض، ان احنا خلصنا الدوري السنه اللي فاتت، دخلنا في فتره اعداد بتاعه الانديه العربيه، الانديه الافريقيه، وبعد ما خلصنا يعني حاولت ان اللعيبه ما تنامش عشان نقدر نحافظ على مستوانا الفورمه عشان نقدر نكسب اخر السنه الحمد لله. صحيح. طب يا كابتن قول لي مين اللي كان بينافسنا جامد السنه دي؟ السنه دي كان شركه امبي هي المنافس لينا، لان هي واخدين لعيب من الزمالك وواخدين لعيب من عندنا من الاهلي، عملوا بيهم فرقه وبيشاركوا بيها في الدوري دلوقتي. و امبي خد الثاني يا كابتن؟ خد مركز ثاني. طب احنا يا كابتن في مباراه خسرناها في الدوري والحمد لله ماشيين كله كان؟ انا كسبت الدوري، يعني الفرقه الحمد لله كسبت الدوري قبل اخر مباراه، اخر جوله كان خلاص اتحسن، كنا لعبنا مع الزمالك كسبنا 4-2، وبعدين كان فاضل امبي. انا فضلت ان انا العب بباقي الفرقه. جميل. ليه؟ لان عشان اجرب اللعيبه بتاعتي اللي اقدر اشارك بيهم السنه الجايه لو في حد من الفرقه تمام مشي ولا حاجه. تمام. هو ده بس الماتش اللي خسرناه يمكن اخر. لا خسرناه لانه كان تحصيل حاصل، فرق 2 بوينت منه كان تحصيل حاصل بالنسبه لنا. بالعكس، ده انت حضرتك القرار اللي خدته ده صح الحمد لله. هو السنه اللي فاتت احنا كنا في نفس الموقف، بس احنا فكرنا انا وكابتن اشرف ان احنا ايه، لا عايزين نكسب. كان في بعد كده ممكن نكسب، وكنا ممكن نكسب بالظبط. ما ده اللي حصل، ان احنا في الماتش السنه دي بقى بنفس الظروف لعبنا بالفريق، بقيه الفريق انا بسميهم بقيه الفريق بتاعنا، خسرنا فرق 2 بوينت بالظبط يا كابتن. يعني احنا كنا نقدر نكسب بالظبط، يعني قصدي كنا ممكن نلعب بالفرقه واللعيبه اللي لعبت ونكسب توفيق او عدم توفيق، بس قرار صحيح ان انت حضرتك تشارك ببني فرقه ثانيه. بيبقى معايا فرقه ثانيه مبنيه ان هي تقدر تساعدني. انت مش باصص تحت رجلك يا كابتن؟ طبعا الحمد لله. طب قول لي المنتخب بيسافر النهارده يا كابتن، مين معانا من النادي الاهلي رايح مع المنتخب؟ عندنا ثلاثه من المنتخب من فريق الاهلي رايحين منتخب، رايحين بطوله العالم في السويد، سيد لاشين وخالد عصر وحمد البيه. تمام. يعني ثلاث لاعبين مشاركين من قوام كام يا كابتن؟ خمسه. خمسه، يعني ثلاثه من النادي الاهلي برضه 60% من قوام المنتخب النادي الاهلي، وده الطبيعي بيتهيألي يا كابتن يعني. في كل المنتخبات كل الاعمار السنيه. الحمد لله. طب والبنات يا كابتن معانا؟ البنات دينا مشرف طبعا هي كابتن فريق وهي نجم افضل لعيبه طبعا عندنا في النادي، ويسرى اشرف حلمي هي اللي طالعه معاهم، يعني عندنا خمس لاعبات يا كابتن برضه مش كده؟ بس تاني البنات بيطلعوا اربعه تقريبا. بيطلعوا اربعه بس. طب وحظوظنا ايه يا كابتن؟ الصين مضلمه الدنيا، ربنا معاها. بطولات العالم الصين بتبقى مضلمه الدنيا، بس نقدر يعني. عندنا عمر عصر حتى بيلعب في المانيا، عامل شغل كويس وابن النادي الاهلي حتى، فاحنا عندنا كفاءات كبيره. وخالد اخوه هو بس انا احب اضيف ان احنا السنه دي بنلعب بدون عمر عصر وبدون محمد البيل. عمر يعني احنا فقدنا اثنين السنه اللي فاتت من افضل اللعيبه في الفرقه وفي مصر كلها ما شاء الله، وخدنا الدوري والحمد لله ربنا اكرمنا وكسبنا بنفس النتيجه تقريبا بتاع السنه. مجهودك يا كابتن وشغلك بتبني مجهود الجهاز كله الحمد لله. اكيد يا كابتن اكيد. يمكن طبعا اجل شادي طبعا بقول لك مبروك. كلمني عن الموسم بقى، يعني انت الموسم ابتديته ازاي؟ شايفه ازاي؟ والله احنا عندنا يعني موضوع الموسم احنا ما فيش راحه، ما فيش راحه، كده كده بيبقى استمرار في تمرين طول السنه، فما بنقولش عليها موسم، كده كده الموسم ما عندنا ما طبع في النادي الاهلي ما بيخلصش، يعني احنا على طول في استمرار في التمرين، في يعني استمراريه في كل حاجه عموما كده كده. شادي انت كام سنه؟ انا 22. لسه صغير ما شاء الله. طيب ابتديت يعني لعبت اغلب المباريات، وكنت شايف يعني الحمل ازاي؟ شايف ان ده صعب لازم نغير ونبدل، ولا يعني شايف الدوري ده حاجه كويسه ليك انه يبقى كبير ويبقى فيه احتكاك اكتر، ولا كان فيه اجهاد؟ لا والله، هو عموما بطبع الدوري بالسيستم بتاعه ان هو عموما ماتش كل يوم، فعموما ده مش مجهد جدا للعيب خالص يعني. وغير كده كمان احنا كده كده جاهزين يعني بدنيا او تمرين زي ما بقول لحضرتك على طول، تبقى طول السنه او طول كده، فما بيقصد ده مش يعني مش بيبقى مجهد علينا خالص يعني. اصعب ماتش لعبته ايه يا شادي السنه دي؟ السنه دي؟ ممكن انا بالنسبه لي انا ماتش ام بي ده عشان نزلته. ده كان مهم قوي ليا، وكان مهم لحاجات كتير قوي جوايا، فده كان مهم والحمد لله يعني ربنا كان موفقني. طب لما كنتش اشرف قال لك شادي يا ابن الحساب كتب الماتش الجاي، فكرت ازاي؟ لا فكرت في حاجات كتير طبعا، كان اولها ان انا في اثبات للذات طبعا، بيبقى الواحد بيبقى جوه حافز
الواحد بيفكر ان هو عايز يثبت نفسه اكتر واكتر، كل ماتش بيفرق. فطبعا كانت مهمه جدا ان انا انزل وابقى بشكل بادي بشكل كويس، وكمان لو اقدر اكسب يبقى اكيد بيبقى احسن. الحمد لله كان ساعتها ربنا كرمني وكسبت احمد نديم، فدي كانت حاجه كويسه لي يعني. ده انجاز بالنسبه لك كبير طبعا، لان يعني الحقيقه 22 سنه خلي بالك انت ما شاء الله لسه قدامك العمر يعني. طب بس قول لي يعني، خلينا نقول ان اللعبات الفرديه فيها صعوبه جامده، انت بتتحدى نفسك لحد الوقت، بتتحدى ان انت بتتمرن مع نفس الناس كل يوم، دي مشكله برضو خلي بالك. انت محتاج تشوف وشوش ثانيه. لا اكيد. بتتغلب على ده ازاي؟ والله برضو يعني برضو كتر الاحتكاك بتاعنا، ان احنا برضو لعيبه اكترتنا لعيبه النادي الاهلي اكترت لعيبه منتخب اكيد. فاحنا اتعودنا برضو على الموضوع ده شويه، بتحاول انت بقى تغير ده بطريقتك. كل واحد ممكن يلعب مع لعيبه اصغر منه شويه بالظبط، يغير الروتين، يغير اللعيبه، مع فرقته ممكن يتمرن مع الفرقه الاصغر يعني احنا كابتن اشرف وكابتن اشرف بيجيبوا لنا اللعيبه الناشئين الاصغر في 18 سنه يجي يتمرنوا معانا، بتخليهم يستفادوا. انا عن نفسي بحب العب يعني، ممكن ساعتها اجرب، عايز اجرب حاجات طبعاً. عايز اجرب حاجات انا ما ممكن اكون ما بعملهاش هنا، او ممكن تيجي تبقى صعبه ان انا اعملها مع الرجال، فممكن اعملها مع الناشئين. برافو عليك. فدي برضو دي بتساعد ودي بتبقى مفيده ليا. فكره حلوه يا كابتن اشرف دي الحقيقه، يعني انت بتفيد وبتستفيد. اكيد انت بتفيد الاصغر منك وبتستفيد من الاكبر منك، لان انا كنت نفس الحاجه، ما انا برضو انا صغير عملت كده. وبنبني اجيال تضمن الاستمراريه. بالظبط. واكيد انت يعني، بس في انديه بيجي مدير فني يجيب له لعيبه اصغر منه، يقول له يا كوتش انت جايب لي لعيبه اصغر مني اتمرن معاها وبتاع، بس حلو ان انت واخد ده بوزيتيف، يعني شايف ان ده يفيدك. ما هو كده كده انا برضو زي ما كنت بقول لحضرتك، انا كنت من وانا عندي 15 او 16 سنه كنت بتمرن مع فريق الرجال، فلما يحصل ده اكيد انا مش هبقى هتبخل عليهم. مش بالظبط، انا كنت بعمل كده، فلما ليه ما عملش انا كده مع الاصغر بقى، وهكذا يعني، هي بتستمر يعني. طب ولا شادي، مين اللعيب اللي بتلعبوا مع بعض؟ كل واحد بيبقى فيه في الفرقه كده لعيب بيحب يلعب مع بعض، مناقشات بتاع، طب انا هقطعك النهارده، مين بيعمل معاك كده؟ محمود. طب مين وبينك مش على الهوا كده، مين بيقطع مين؟ يعني لا والله يعني في الموضوع طبعا اكيد انتوا مع بعض متبادل يعني، بس انتوا على طول مع بعض كده؟ على طول على طول بنلعب مع بعض. وتقول له لا ده انا هشد النهارده، يقول لي لا دايما كل ما يقول لي هيكسبني بيخسر يعني، هو ما بيكسبش. طب يا عم هتخسر وانت هتكسب، اعكسها يعني، اعكسها المره دي. هو فعلا لما بيقول انا هكسبك النهارده ما بيكسبش. انت نفس السن؟ هو اصغر مني بسنتين. تقريبا نفس الجيل وطالعين مع بعض تقريبا. طب ممكن تلجأوا يا شادي ان انت يعني طبعا بعد موافقه المدير الفني ممكن تجيب لعيب من نادي تاني يتمرن معايا تمرينك، تروح انت نادي تاني تتمرن، بيحصل ده؟ لا هو والله احنا عندنا، احنا في النادي الاهلي مفيش ان يعني احنا كده كده احنا عندنا بالظبط، احنا لعيبه كتير واللعيبه كلها جامده، لعيبه كلها منتخب، فمش محتاجين ان احنا بالعكس احنا لو احنا اللي نروح يعني، هم اللي يكونوا محتاجين. خلي بالك بيحصل في العاب فرديه كتير، ممكن السكواش بيحصل فيه كده ساعات، بيحصل في التنس، بس كل لعبه وليها نظامها، بس احنا في تنس الطاوله الحمد لله يعني متفوقين، فمش محتاجين نطلع بره بتاعي. طب قول لي اخبار المعسكرات الخارجيه ايه؟ ممكن تشارك في بطوله او اثنين بره يعني، بتعمل ايه؟ تمام. يمكن الفتره الاخيره بسبب بعد الموضوع يعني موضوع الاقتصادي في مصر شويه مش مظبوط. بالظبط قوي، السفر بقت غاليه، فالموضوع قل شويه في يعني، بقى اللعيبه بقت قليله جدا اللي بتقدر تسافر، ولو تقدر تسافر على حسابك اوكي، بس غير كده الاتحاد يقدر يطلع مبلغ يعني، بيبقى لعيبه قليله ومعسكرات اقل، فبيبقى بقى على حسب الاحتياجات القوي يعني، على حسب عندنا بطوله عالم فبيبقى قبلها معسكر واحد وهكذا، الموضوع ما بقاش زي الاول. ممكن كان مع الجهاز الفني ممكن تنسق كابتن، تشوف اللعيبه البروميسنج ايه وترشحهم لبطولتين ثلاثه مع التنسيق مع النادي، ممكن النادي ما بيتاخرش علينا يعني، اي حاجه احنا بنطلبها. لعلمك في السكواش النادي طلع لعيبه، دفع في تكلفتهم $1000 مثلا في سفره، واللاعب يكفل بالباقي، تبقى الدنيا تمشي يعني. قصدي اقول ان لعيب واحد مسافر مش تكلفه عاليه، $1500 $2000، فممكن النادي يساهم بال 50. النادي ما بيتاخرش علينا طبعا ان شاء الله. طب كابتن اشرف، يمكن كابتن اشرف صبحي طبعا المدرب العام، موسم مجهد، موسم طويل، حتى انت شكلك مجهد يا كابتن، يعني طالعين من الدوري مجهدين، كلمني ازاي بتقدر تمانج اللعيبه مع بعض وتقول التمرين، يعني بتعمل ايه في التمرين طبعا مع كابتن اشرف، بتقولوا النهارده بتغيروا في التمرين، بتشوفوا هتعملوا ايه، ايه البلان اللي بتعملوها؟ والله كون فاني كابتن اشرف، لانه قايم بكذا منصب دي مشكله طبعا، ما عارف طبعا ما بينامش، فبنقعد مع بعض يعني وبنتكلم في موضوع التمرين، فهو بيبتدي التمرين في الملعب، ولو في اي حاجه بقول له كوتش انا شايف ان ممكن نعمل كذا كذا، فهو يعني كوتش ما بيتاخرش، بيقول لي حط اللي انت عايزه. وده يعني صراحه الموسم ده كان صعب جدا، صعب جدا، اصعب موسم قابلناه، طويل طويل، واللعيبه اللي بتلعب في الدوري يعني نصها ما كانتش بتلعب السنه اللي فاتت، صحيح، عشان عمر عصر والبيل، فالحمد لله الكلام اللي قاله كوتش ان احنا الدوري اللي فات
في اخر ماتش مع انبي، والحمد لله برضو كنا كسبنا البطوله قبل ما نلعبه. تمام. دي فيها حاجتين، الحمد لله ان فرقتنا ما شاء الله متكامله. صحيح. لما حد بيجي له دروب في الماتش ودوت يعني ممكن قوي في اي لعبه ان يجي، اللعيبه ما شاء الله بتشيله. صحيح. وده اللي حصل كمان السنه دي. يعني السنه اللي فاتت لو في اي دروب بيروح واحد شايل، الحمد لله كسبنا الدوري قبل الماتش النهائي، فكوتش اقترح ان ندعم الماتش الاخير بالعناصر اللي هي كماله الفرق عشان نجربهم ونشوف ايه الاخبار، لان ماتش الفاينل بيبقى فيه رهبه كبيره. فيه رهبه كبيره يعني، حتى لو احنا كسبانين الدوري برضو بيبقى فيه رهبه، فاحنا محتاجين تحطهم تحت الضغط ده. الله ينور. عشان بالظبط كده، بالظبط كده. والحمد لله يعني الحاجات نجحت، يعني من ضمنهم شادي كان اساسي في ال 21 السنه اللي فاتت وكان بيكسب كل الماتشات. فاحنا جينا قبل الماتش النهائي قلت له يا شادي انت كده ربنا كرمنا بيك وكسبتنا الدوري، استاذنك بس ايه كابتن اشرف ان ننزل علي غلاب. انا فاكر يا شادي، صح فاكر السنه اللي فاتت انت كان ليك دور السنه اللي فاتت فعلا، اتحط عليك يعني لعبت ماتش مهم وهو اللي كان عليه الدور. انا فاكر لا ما شاء الله هو كبير وتحمله ولعب 21 ساعتها وكان هو اساسي وكان بيلعب اساسي كل الماتشات. فاحنا بقى كوتش قال لي بقى اكلمه ونكلمنا فعلا انت عملت اللي عليك وكسبنا الدوري فنحط عليه في الماتش الاخير. وكسب لا ما شاء الله وعلي كسب وكسبنا الماتش. هو بس عشان كان في عناصر برضو شباب صغيرين ما عندهمش خبره اكيد ومن عناصر الكبار، فكنا عاملين دمج ما بينهم. برافو. انما المره دي كان الماتش الاخير اللي احنا برضو كسبنا الدوري قبل ما نلعبه، فالكوتش قال لي خليها بقى كله شباب. بس اقول لك على حاجه، مكسب انبي ما كانش هيدينا المكسب اللي حضرتك بتتكلم عليه. يعني احنا كسبنا حاجات كتير اهم من نكسب الماتش. بالظبط. ومنهم شادي انه كسب نمره 2 في انبي في اول ماتش، وده كان اول ماتش، بدايه الماتش صعب جدا. صحيح. وعمل لنا مفاجاه هايله والماتش كان خلاص جاي، لما بس عدم توفيق لعلي غلاب في بونتين كان اتنين الكل كان ممكن كل. شفت كنا كان الماتش خلاص جاينا، وانا صراحه الواحد يعني عن نفسي انا وكابتن اشرف مش عايزين نخسر، حتى لو طماعين قوي مش عايزين نخسر، عايزين نعمل التجربه بتاعتنا ونكسب برضه. الواحد بيبقى قاعد جوه الماتش. النادي الاهلي يا كابتن. صراحه هو ده النادي الاهلي. طب قول يا كابتن، احنا حضرتك يعني اثناء التمرين كده بقى فور فان ما تنزلش تلعب مع اللعيبه عشان لابس شورت الفانيلا ونازل بيكسبنا؟ لا والله انت شايفه بيكسبنا لحد دلوقتي. لا بيكسبنا. يلعب بحب انا اعمل كده معاهم وتلعب وبتاع، وده حلو ليه؟ عشان اشوف مين اللي مركز ومين اللي دي بقت احسن. لا كابتن مركز، انت بتحافظ على فورمتك يا كابتن. بيكسبنا بدر الله يحفظك. لو بيكسب محمود بس ما يكسبش. لا هم بقى بيلعبوا معايا على قد شويه، فبقول لهم ما حدش يلعب يستهتر عشان ما يكسبوش. بص كابتن بيديكوا درس كمان بيلعب معاكم. بقول لك يا كابتن برضو انت شايف يعني مستقبلنا ازاي؟ طبعا كابتن اشرف قاعد ومع بعض كجهاز فني، شايف المستقبل ازاي؟ شايف عندنا اللي جاي ايه للنادي الاهلي؟ لا والله الحمد لله انا زي ما قلت لحضرتك كده ان احنا فريق متكامل. يعني بيحصل بعض المشاكل الصغيره كده اكيد لا، وكوتش بيحتويها يعني وممكن بيوصلها للاداره والحمد لله بيحلوها. اللعيبه ما شاء الله يعني روحهم حلوه جدا الحقيقه. انا حاسس هو ده الفرق اللي ما بيننا وما بين الفرق الثانيه. يعني انا ساعات والله باجي كده فبقول المشكله دي مش هتتحل، فالكوتش يقول لي اصبر شويه، هو خبره. فانا بقى عنده هدوء وطول البال. فانا مش لا اقول المشكله دي هتنهي مقفوله حاجات كتير. بص سبحان الله اللي هي فعلا فتحت مع خبرته. فتحت طبعا خبره ومساعده صراحه. اللي بيساعد الكلام ده كمان اللعيبه. اللعيبه روحهم حلوه، وكمان السيد لاشين كابتن الفرقه سلموا لي عليه والنبي يا كابتن. هو سافر بقى بطوله العالم السويد، سلم العائله وبعت لكم قول له هيثم السعيد بيسلم عليك. ده صراحه برضه لما يكون في حاجه كده كوتش عايزها من اللعيبه بيروح زقه هو كهو معاهم يعني وبيحترموه وحبايب محترم. فيوم ايه بعض الحلول كده وبيجي يقعد مع الكوتش في الاخر فتلاقي الحمد لله اتحلت. لا السيد محترم جدا ولعيب رائع يعني، سلامنا ليه يا رب ان شاء الله ربنا يكرمه. وكان مفاجاه بقى ان احنا لعبنا دورتين، عمر بدير برضه كسب نمره واحد هناك كويس في انبي، وده الماتش الاولاني. الماتش الاولاني في الدور الاول وبدل لنا المكسب الدور الاولاني. والحمد لله طلعنا اول. يعني ايه يمكن سيد جاله بقى، انا بتكلم بقى في الموضوع ده، جاله سيد دروب في الماتش ده شويه، بس الحمد لله سبحان الله سيد كمانه يعني بنشوف احنا بنشكو فيه ازاي، بيجي له دروب في الماتش اللي احنا نكسبه. الله ينور عليك. انا حتى بعد الماتش زي قلت له الحمد لله لانه في ماتشات صعبه جدا ودي بتقف عليها الماتش، الاقي ما شاء الله وفي عز الصعوبه اللعيب ربنا يوفقه. اللعيب حلوه زي سيد لما يجي يحصل له ظرف ويبقى مش متوفق تلاقي ربنا بيلحقه.
وتلاقي ربنا بيخلي زمايله يشيلوه فما يبانش عدم توفيق. الله ينور عليك. التوفيق بتاع ربنا ده مهم جدا، هو فعلا ربنا كرمنا يا استاذ، وانتوا تستاهلوا كل خير. ربنا يبارك في حضرتك. محمود قول لي بقى، يعني التقطيع شغال واللعب شغال، قول لي بقى السنه دي اصعب ماتش كان بالنسبه لك ايه؟ والله انا السنه دي اصعب ماتش اللي هو ماتش انبي الثاني في الدوره الاخر ماتش. احنا كنا كسبنا الزمالك خلاص، خدنا الدوري وكده. كابتن اشرف وكابتن صبحي يعني اقترحوا ان احنا انا وشادي والعناصر اللي هم الصغيرين سنا ان احنا نلعب يعني. تمام. فطبعا انا عرفت الكلام ده الصبح، كنت يعني رهبه رهيبه طبعا. الماتش الوقفه صعبه، الماتش صعب، بس يعني الحمد لله يعني كنت موفق وكسبت الحمد لله. يعني انا كنت نازل الماتش كان رقم كام هناك يا محمد؟ لعبت رقم 4 وكسبت الحمد لله. كسبت 3-0. طب وقول لي يعني، خلينا نقول عن سير المباراه، انت كنت خلص كام يعني؟ خلص لا الماتش الماتش كسبت 3-0 على طول. الحمد لله لا بتفوق كمان ما شاء الله، بفارق سكور كبير ما شاء الله. ما شاء الله كان راجل يعني. طب قول لي يا محمود، انت 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 حابب يعني حابب توصل فين؟ يعني انا شايف يعني في عينك حماس الامانه، وشادي بصراحه انا سعيد بيكم جدا. ربنا يخليك. يعني حاسس عايز توصل فين؟ عايز تبقى زي مين؟ عايز تبقى يعني جواك ايه؟ طبعا يعني احنا طبعا يعني احنا دلوقتي احنا يعني مثلا في لعيبه كبار في الفرقه، احنا طبعا دول قدوتنا وكل حاجه، بس احنا باصين احنا ليه ما يعني ليه ما نبقاش مكانهم؟ نلعب ولازم نتمرن اكتر ولغايه لما ناخد الفرصه ونثبت نفسنا، وربنا كده هيكرمنا يعني. ان شاء الله. كم ساعه في اليوم؟ والله على حسب يعني، تقريبا 3 ساعات مش اقل من كده. مش اقل من كده. في صبح ده في الصيف بقى، بس عشان احنا في الدراسه وكده بيبقى معظمنا عنده جامعات وشغل وحاجات كده، فبقى صعب ان احنا نتمرن فترتين. طيب وخلينا نقول مع المنتخبات والمشاركه وان انت الاجنده مليانه طول السنه، يعني مثلا احنا عندنا دلوقتي في 5 شهور فاضلين على بطوله افريقيا او مش اسف بطوله عربيه، هتعمل فيهم ايه؟ احنا والله يعني احنا خدنا راحه بعد الدوري ما خلص، وهنبتدي من الاسبوع الجاي نبتدي عشان احنا عندنا بطوله القاهره عندنا في النادي، هنبتدي برضو نتمرن عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا. بطوله القاهره دي اخر في شهر 5 يعني هي كمان اسبوعين تقريبا. مين اقوى الفرق فيها؟ انبي تقريبا. انبي اقوى فرقه. انبي ورانا ورانا. انبي والجيش. بس انبي والجيش. والجيش فرقتي برضو مباريات كويسه. طب بعد بطوله القاهره؟ بعد بطوله القاهره ممكن نريح شويه صغيرين عشان مثلا انا عندنا امتحانات في الجامعه وكده. بعد كده هنبتدي على طول الموسم الجديد، وعندنا هيبقى في بطوله الانديه العربيه. تمام. هنبتدي بقى الموسم الجديد على طول، ما احنا ما بنريحش يعني، احنا طول السنه بنبقى بنتمرن. ما عندناش افريقيه السنه دي يا محمود؟ لا السنه دي ما فيش. طب ومع المنتخبات اخبارها ايه؟ هل منتخبات الشباب شغالين؟ هو المنتخب الكبير في بطوله العالم. هل في اشتراكات ثانيه للمنتخب؟ احنا دلوقتي بقينا منتخب يعني، انا بقيت 21 سنه، انا كنت في منتخب ال 21، خلصنا كده انا خلاص بقيت يعتبر رجال يعني. فاحنا بقى دلوقتي بنتمرن وعايزين نبقى احسن عشان نثبت نفسنا نبقى في منتخب رجال. طبعا ان شاء الله. طالما كنت في منتخب وانت صغير، لما تكبر سنه بعد كده تخش منتخب، اللي يجي لك هيبقى هو اللي شايل. بالظبط. هتخش منتخب وضع طبيعي جدا. طب انت يعني ما تفكرش تطلع بطوله بره مع التنسيق طبعا مع كابتن اشرف وكابتن اشرف، تروحوا بره بطوله مثلا انت وشادي مثلا، ممكن تاخدوا لكم بطوله بره بطولتين يعني حتى اعداد. وفي الحاله دي ممكن النادي الاهلي ما يتاخرش عليك، ولا الموضوع ده بقى صعب زي ما شادي بيقول على ارتفاع تكاليف السفر؟ هو والله التكاليف يعني الفلوس بقت الموضوع بقى زاد عن حده يعني. الفلوس بقت غريبه، كل حاجه غاليه، بس يعني هو النادي الاهلي ما بيتاخرش طبعا. ويعني احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه ربنا يكرمنا. كنت في تونس مش كده؟ انا كنت في تونس في بطوله افريقيا. بطوله افريقيا تونس بس مع منتخب الشباب. مع منتخب 21. الشباب انا بتكلم على المنتخب الكبير. بقى ان شاء الله. محتاج تحط رجلك في بطوله العالم طبعا عشان طبعًا. حتى تاخد رانكينج عالمي، تبتدي بقى ايه تاخد الرحله اللي كباتنك طبعا سبقوك عصر ولاشين وكباتنك اللي سبقوك قبل كده، تبتدي تاخد الخطوه دي. اكيد ده طموحكم يعني. طبعا اكيد كل واحد عايز يبقى منتخب. انا في كليه هندسه اكاديميه بحريه. هندسه. العذاب الاليم. كنت هندسه معاك انت عارف العذاب الاليم ده، بس كويس برافو يعني. طبعا يعني الحمد لله. التفوق في الناحيتين ما بيعطلش بعض. لا طبعا لا هي اهم حاجه تنظيم الوقت. شادي هندسه برضو بسم الله ما شاء الله، ده احنا ممكن كمان يعني 2 كمان هندسه ونفتح كليه. لا ما شادي معايا في كل حاجه. ما شادي حتى في اللعب ما شاء الله جيل واحد. انتوا في نفس الجامعه مش كده؟ نفس القسم. نفس القسم كمان. تلاقيكوا بقى هناك معايا في كل حاجه. تنسيق عالي جدا. تنسيق عليه جدا. ربنا معاكم يا رب. طب قول لي يا كابتن اشرف، يمكن يعني الوقت بيمر سريعا، سؤال سريع يعني، ايه اللي بيميزنا في النادي الاهلي عن اي نادي؟ يعني شايف ايه سر تفوق النادي الاهلي؟ الاداره. يعني مش بجاملهم. بس اقول لحضرتك حاجه، انا مش عارف يعني ما بحبش اقولها، بس يعني عشان ما حدش يزعل، انا لعبت في النادي الاهلي وفي نادي الزمالك، ما بقتش في النادي الزمالك.
بس الاداره الاحترام والتقدير طبعا للزمالك ده نادي كبير وبتاع، بس انا من تعاملي مع النادي الاهلي الاداره متماسكه، واي مشاكل بتبقى جوه النادي هو واحده كمان. يعني ده اللي بيخلي الناس تحترم اي شخص يعني عنده مشاكل بيبقى بيلمها ويحلها بدون ما ايه الناس تعرف. هي الاداره يعني، والكلام ده الفرقه بقى بتتوالى واخده من الاداره. صحيح. يعني في اي مشكله بلاقي الكابتن اشرف راح داخل المكتب وراح ندهني او ندي حد وهكذا، حل الموضوع على طول على طول. حتى لو ما اتحلش بيبقى في محدش يعرف منتقل. بالظبط دي هي اللي موقفه النادي في يعني في اساسيات اخلاقيه ومهنيه. صحيح يا كابتن، الله ينور عليك. معلش انا بقول ان انا اسف. لا يا كابتن احنا بنتكلم عن النادي بتاعنا. ايوه بالظبط. ما بنقولش عن حد حاجه، كل الاحترام والتقدير لكل انديه مصر. احنا بنتكلم على النادي بتاعنا وبنقول المميزات. يمكن شادي برضو ارجع لك حته الدراسه وطبعا واللعب. اكيد انت شايف نفسك طموحات معينه عايز توصل لايه وتوصل له ازاي؟ لازم يبقى عندك بلان في السن ده. اكيد عندي. بدايتها ان انا يبقى لازم ابقى واحد رقم واحد في مصر، دي اول حاجه. مهما كان الناس طبعا مع احترام وتقدير للناس دي كلها، بس هي لعبه طبعاً فرديه غصب عن الواحد لازم كده. بدايتها كده طبعا، واحده واحده لازم اكون انا في المنتخب رجال، ده اساسي ان شاء الله، ده كبلان بتاعتي يعني. طبعا بدايتها ان الواحد بيبقى بيثبت نفسه جوه، سفر بره طبعا لازم يبقى كويس، يقدر يكسب ماتشات حتى لو مش يكسب بطوله، بس يبقى في ماتشات مؤثره بتكسبها. صحيح. بتعمل لك اسم، بتعمل لك حتى بتتعرف بره اكتر. زي ماتشين اللي فات اكيد عمل لك اسم وقال انا طالع بقوه وحاطط رجلي، وده اللي كان ده الهدف من كابتن اشرف اللي لعب المباراه. واحنا كده كده اوريدي سافرنا قبل كده كتير جدا تحت 21، من تحت 12 لحد 21 سنه، والحمد لله يعني ربنا كان كرمني كتير قوي. واخدت بطولات قبل كده، انا اخدت افريقيا واخدت بطولات عالم مصغره والكلام ده. واكيد محمود برضو اكيد نفس الكلام. فالموضوع يعني ايه، هو موضوع بس انت تحط رجلك اكتر بس، وانتوا حاطين رجلكم ان شاء الله. وكابتن اشرف انا متاكد هيبدا في ظهركم زي ما كان في ظهر السيد، وزي ما كان في ظهر عمر وظهر خالد وظهر كل اللعيبه الكبار دول، هيقفوا ظهركم اكيد. واكيد هتوصلوا واكيد هتشرفونا ان شاء الله. بس ان شاء الله لما تروح بره بقى ايه، لما اكلمك تيجي معانا بقى تعالى معانا انت ومحمود ان شاء الله. بس المنافسه دي، المنافسه بتاعت ان مستواهم بيعلى دي بتتعبنا احنا، ما بنبقاش عارفين نحط مين في الورقه في التوست. طبعا كلهم عايزين يلعبوا بس خير. لا كل ده خير. كل ده النادي. بالظبط. طبعا بشكرك يا كباتن والله، يعني انتوا نورتوني وشرفتوني كابتن. طبعا اشرف بشكرك شكرا جزيلا، نورتوني وشرفتني والحقيقه يعني دايما ابدا يعني حاطط النادي الاهلي في العالي. الحمد لله. ربنا يوفقك يا كابتن. ربنا يخليك. شادي بشكرك شكرا جزيلا، نورتوني وشرفتني، والف مليون مبروك. واكيد هنحتفل مع بعض تورته بعد ان شاء الله اللقاء ده، هينضم لنا بقيه النجوم ونقطع تورته مع بعض. تمام. انا الحته الاكبر بس. طبعا طبعا. بس انت مش مشكله، انت مش هتسيب في الوزن ولا حاجه. انت التورته يا محمود. لا مش هاكل. محمود بشكرك، نورتني وشرفتني. شكرا لحضرتك جدا، والف مليون مبروك على ادائك، والف مليون مبروك على ثقه الجهاز الفني كمان. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. شكرا كابتن اشرف، نورتني وشرفتني ومزيد من التوفيق. ودايما ضيفي حضرتك كابتن اشرف كجهاز فني منورين الدنيا وحاطين اسم النادي وحسن الضيافه. يعني الحمد لله كانت الانديه الافريقيه برضه حضرتك استضفتنا. طبعا ده واجب علينا، وده احنا انتوا الاساس، انتوا اللي بتعملوا المجهود، واحنا بس كل اللي بنعمله بنحط الضوء وبنحتفل بيكم. مش لا والله ده انتوا مشرفينا صراحه. شرف كبير يا كابتن. الله يكرمك. فاصل قصير اعزائي المشاهدين، هنستقبل طبعا ضيوفنا. تنس الطاوله لسه مكملين معانا شويه، هنشوف ايه الاخبار، هنحتفل بيهم اكتر كمان ونحط الضوء على نجومنا اكتر. فاصل قصير وارجع لحضرتك. مكملين مع حضراتكم مع تنس الطاوله. الحقيقه زي ما قلنا للموسم العاشر على التوالي الدوري العام، اكيد ده ما جاش من فراغ، وجيل بيسلم جيل، يعني مش العشر سنوات بس الحقيقه بنلعب بجيل واحد، لا احنا بنلعب باجيال في العشر سنين. يمكن ابتدوا لعيبه صغيرين من عشر سنين اللي هم دلوقتي كبار، فده جيل بيسلم جيل. برحب طبعا بضيوف اللي نوروني في الاستوديو. طبعا ببتدي بالكابتن عمر بدير. اهلا بيك يا كابتن، نورتني وشرفتني، والف مبروك. الله يبارك. ده لقائنا الثاني صح؟ الثالث صح، مظبوط.
اهلا بيك منورني ومشرفني وحضرتك ربنا يخليك. طبعا برحب بالكابتن محمد صبري الحقيقه مدرب فريق 21 سنه. اهلا بيك حضرتك كابتن هيثم منورنا ربنا يخليك مجهود تشكره عليك ربنا يخليك كابتن هيثم ربنا يخليك. طبعا برحب بنجم الفريق ونجم منتخب مصر كابتن علي غلاب. اهلا بيك يا كابتن. اهلا منورنا. اهلا وسهلا والف مبروك على بطوله افريقيا المنتخب وعلى الدوري العام. الله يرفع عليك. طبعا برحب بالدكتور محمد احسان مخطط الاحمال اللي عليه دور كبير جدا. اهلا بحضرتك المكسب الجميل ده. مرحبا دكتور. اهلا بسيادتك. اهلا وسهلا تشرفنا بيكم. ربنا يخليك يا منور. يمكن ابتدي مع عمر. عمر انت ما شاء الله مستواك بيزيد سنه بعد سنه تاتش وود يعني ربنا يحميك ويحميك من الاصابات. انت ليك قصه كنت احبط وبعد كده رجعت لعبت وخدت الموضوع بجد. كلمني عن السنه دي. هي السنه دي من اولها يعني كانت سنه صعبه زي ما كابتن اشرف كان قال لحضرتك ان في اثنين لعيبه مميزين ما كانوش معانا السنه دي فالموضوع كان بالنسبه لنا صعب. فاحنا كنا يعني كلعيبه بينا وبين بعض لا يعني احنا كلنا الفرقه كلها مش اللي يعني اللي عارفين ان هم يلعبوا اول التانيين كلنا مقتنعين ان احنا ان شاء الله لازم ناخد الدوري عشان نثبت نفسنا ان احنا صحيح يعني نقدر نعمل حاجه. فالموضوع كان صعب بالتمارين حتى كابتن محمد صبري وكابتن اشرف تعبوا معايا شويه اكيد في في التمرين بس انتوا بينكم من بعض حاله حب حلوه بصراحه يعني انتوا الاثنين في علاقه طيبه بين الجهاز الفني واللاعبين قوي يعني بصراحه هم بيتعاملوا معانا كاننا اولادهم كاننا اصحاب قبل ما يبقى مدرب ولاعيب. فالموضوع احنا بنتكلم معاهم براحتنا وهم بيتكلموا معانا يعني برضو براحتهم فالموضوع بيبقى اسهل. بس احنا يعني السنه دي كان تعب عشان بقول لحضرتك زي الاثنين لعيبه فاحنا اخذنا وقت كتير اعداد واتمرنا كتير والبطوله نفسها يعني كانت صعبه طويلة. من اول المجموعات طويله ودورتين المجموعتين بتبقى برضو صعبه يعني. طب قول لي انت ماتش انبي الاولاني كسبته كسبت رقم واحد لكن انا بتكلم على الماتش الاولاني مهم طبعا بنسبه كبيره ماتشين مهمين بس كان الماتش الثاني حسمنا الدوري ومجموعه من اللاعبين الرجاله لعبوا المباراه الثانيه. المباراه الاولانيه انت لعبت هناك احمد عادل تقريبا البطل هناك نمره واحد وكسبته. كلمنا عن الماتش ده. هو الماتش يعني مع كابتن احمد الماتش ما مشيش زي ما انا كنت عايز خالص. الماتش بدا هو كسب اول جيم انا ما كنتش عارف العب هو لعبه كان صعب في الاول ان انا اتاقلم معاه فاخدت وقت شويه عشان اعرف اجيب لعبي. بعد كده جبت تاني جيم بقى 1-1 في النتيجه. بعد كده هو كسب الجيم التاني بقى 2-1 ليه و6-1 ليه ففاضل 5 نقط وهو يكسب. فانا بدات ان انا العب واحده واحده والعب براحتي. الجيم الرابع 6-1 6-1 ليه فانا قدرت ان انا اكسب الجيم ده بعد عذاب طبعا. يعني هو انا بطل كبير قاعد بقى ان هو انا ما بشجعش نفسي خالص بحاول مركز واحاول يعني بمعنى اصح بنقول ان انا نايمه شويه. انت خلص كام؟ الجيم ده خلص 11-9. يا خبر ابيض. يعني انت هو جاب 3 نقط وانت جبت 10 نقط. 10 نقط. ده الماتش ده كان رائع. كان صعب قوي الصراحه بالنسبه لي. واخر جيم كنت طب انت لا بينك وبين احمد عادل قد ايه الاول سنه؟ هو ما شاء الله عنده 38 سنة وأنا عندي 24 سنة ما شاء الله. أنا بس بحب أقول كده ليه يعني أنت ما شاء الله بإذن الله المستقبل ليك بإذن الله إن شاء الله ربنا. طيب والجيم الخامس بقى؟ الجيم الخامس أنا بدأته كويس جدا بدأت 5-2 وإحنا لما في الجيم الخامس لما بنوصل لخمسة بنغير الملعب بنغير الملعب غيرنا الملعب فهو خد تايم أوت رجعنا 5-4 6-4 بعد كده 6 الكل فضلنا ماشيين نقطة نقطة لحد 9 الكل بعد كده 10-9 ليه بعد كده 10 الكل فبدأنا بقى ديوس انا فرقت اول واحده بعد كده هو جابني بعد كده انا كسبت 13-11. كان ماتش صعب ده قوي من يعني من احلى الماتشات اللي انا لعبتها. قولي والجهاز الفني كان بيعمل ايه بره بقى كابتن اشرف؟ انا يعني انا كنت بحاول اتلاشى ان انا ابص عليهم هم اكيد كانوا متوترين طبعا 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 لان الماتش كان صعب يعني. بس انت يعني تجربه كابتن اشرف حط ثقته فيك وانت ما خذلتوش عمر الحقيقه. الحمد لله بامانه الحمد لله. واكيد مش هتخذل حتى منتخب مصر ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يمكن اجي طبعا لكابتن علي. انت كنت راجع من بطوله ساحل العاج بطوله افريقيا تحت 21 سنه انت لعبت ماتش ايه بالاولاني وكسبت الحمد لله الحمد لله. وكلمنا عن الموسم ده. خلي بالك انت صغير ما شاء الله 21 سنه والجهاز الفني حاطط عليك اصغر واحد في الفرقه محمل عليك جامد وبتاع بس انت قدها. كلمنا عن الموسم برضه يعني عمر عاجبني ضحكته دايما ما شاء الله دايما ابدا لا عمر يعني عارف نفس اللي عمر قاله مش هزود على اي حاجه. فعلا الموسم ده صعب احنا خسرانين عمر عصر خسرانين محمد البالي مش هنعرف يعني موسم صعب ونفس الفرقه اللي هي المنافسه مثلا ام بي او اي فرقه تانية بالذات ام بي فيها 2 من جوه اول 4 على مصر فالموسم صعب لازم نشتغل شويه. تاني حاجه بالنسبه لي انا ده يعتبر اصعب موسم ليا
وضغط كبير جدا. انا فعلا يعني ممكن يكون اكتر فتره ضغطت فيها من اول الموسم يعني من زي النهارده السنه اللي فاتت لحد دلوقتي الحمد لله دلوقتي رايح فمضغوط جدا وكان عليا ضغط مش ناحيه 21 بس لا ان انا برده في الرجال الحمد لله يعتبر دلوقتي حاطط رجلي في منتخب ان شاء الله بس ربنا يسهل انا دلوقتي الحمد لله في منتخب الرجال يعني وان شاء الله في ال 21 انا خلصت يعتبر لسه لغايه شهر 12 اللي جاي بس يعني بس يعتبر ان شاء الله يعني منتخب مصر رجال انت عمر ما شاء الله بادئين بدايه كويسه هو عمر برده يعني انتوا مستقبل هو عمر يعني حظه كان وحش شويه الموسم ده اول بطولتين كان مصاب ما هو ثلاث بطولات كان مصاب بطولتين انا كان ظهري ظهرك هي المشكله كلها في ظهرك لسه انا عندي غضروف صغير فاخدت وقت علاج طبيعي اخدت عمليه او حاجه لا علاج طبيعي في الميه كلها بتروح بالعلاج الطبيعي بس هو دكتور بس هو دكتور كمان انت في طب دكتور اسنان دكتور اسنان ممكن تعالج الظهر مش مشكله عادي اي حاجه بس بعد كده حضرتك يعني كان عندي ضغط يعني مخصوص لبطوله افريقيا 21 دي انت جيت من ساحل العاج مصاب وتحملت على نفسك ولعبت ماتش بالاخير كلمني عن ده اقول لحضرتك حاجه بس بطوله افريقيا هي فعلا ليها ضغط خاص لان انا كنت عايز ابقى يعني خدت بطوله افريقيا 21 عشان واخد 18 و15 دي يعني ما حد يعني ما اعرفش يعني ما اعتقدش في حد او اتنين مثلا في مصر او في افريقيا كلهم عملها دي انا الحمد لله كنت عايز دي مركز عليها تاني حاجه وافريقيا انا كنت مصاب فيها يعني انا في وسط الماتشات كنت مصاب وكنت بعمل عليها جلسات وانا هناك مع دكتور علاج طبيعي هناك و لا مش كان من بلد تاني من الجزائر ساعدتني يعني في الحته دي قبل كل ماتش جلسه واحاول ازك واللعب وكده والحمد لله ربنا وفق بالظبط كده رجعت ريحت يومين وعلى طول هنبدا البطوله كل يوم ماتش الحمد لله يعني الماتشات مش زي اخر ماتش يعني اخر ماتش لعبت مين في الفاينل؟ في الفاينل لعبت اسلام سنبل انا كنت كسبانه في الدوره الاولى الحمد لله 3-0 الماتش برده كان رايح من ناحيتي 2-0 وبعد كده انا يعني اكيد بينج يعني برضو يعني غلطت في حاجات بس الاصابه فعلا مؤثره على لعبي من الاول الماتش اصلا لعيب راجل يعني مش محتاج تقول وبعتمد على حاجات معينه في اللعب دي مؤثره عليا في الاصابه بعد كده جابني 2-2 الجيم الخامس ربنا كان موفقني لغايه 9-6 ليا بنتين واكسب الماتش ربنا وفقني الحمد لله والماتش الثاني برضو نفس الكلام 2-1 ليا وربنا ما وفقش يعني الماتشين كانوا بتوعي حتى وانا دايس على نفسي في حته الاصابه حتى بين الماتشين بقول للكابتن محمد يعني حط بينج اي حاجه لانها فعلا كان الموضوع صعب انا عمري ما اتصبت الحمد لله بس دي اول مره يعني وخلي بالك ما عندكش وقت تريح يعني مفيش ما لازم لازم العب يعني انا قلت لك يعني كابتن اشرف صبح يومها طلب مني قال انت جاهز انك تلعب فوق هو كان عايزني العب ماتشين فوق ماتش اسلام ده يعني انا لعبته حلو في الدوره الاولى والماتش الثاني كابتن احمد علي انا الحمد لله بلعب معاه حلو يعني كسبان اكتر من مره فقلت له لا انا جاهز يعني ما قلتلوش على موضوع الاصابه ده بس كان باين وانا بلعب وباين وانا بس الحمد لله ربنا وفقني الحمد لله والف مبروك خليه بالكم انتوا مستقبل يعني علي أكيد. وعمر وشادي ومحمود انتوا مستقبل النادي الاهلي مستقبل مصر كلها وانتم منورين النهارده والف مليون مبروك دايما كل خير ربنا كابتن محمد طبعا صبري اجي ليك مدرب 21 سنه ويمكن انت كمدير فني او مدرب فتره يعني او عمر او زي ما بيقولوا سن او فريق مهم اكيد احنا عندنا اثنين لعيبه خرجوا من النادي للاحتراف ويعني للانتقالات وفي نفس الوقت انت اللعيبه بتاعتك هم اللي هيمثلوا بقى السنتين ثلاثه اللي جايين بتعمل ايه يا كابتن دخلت السنه دي بفكر جديد شكله ايه والله كابتن هيثم عايز اوضح حضرتك حاجه اتفضل نظام الدوري بتلعب بثلاث لعيبه رجال واحد لعيب 21 سنه تمام ده اللي سكور فعلا عارف تمام في السنه دي الحمد لله يعني فعلا زي ما الكابتن اشرف فتحي قال لحضرتك الدوري كان صعب جدا ان انت بتلعب افضل اثنين في منتخب مصر مش موجودين معاك ومعاك كابتن الفرقه سيد لاشين ومعاك بقيه الفرقه كلها سن 22 سنه عمر بدير وعلي كان تحدي كبير فتحدي كبير في الوقت ان انت كنت بتنزل الموسم اللي فات مثلا 60% ليك 40% للانديه الثانيه فايم بيشترط افضل اثنين لعيبه لعيب كان بتاعك انت اللي هو احمد نديم واحمد علي صالح فكان فعلا كانت يعني 50-50 صحيح لكن قلنا نقفل على نفسنا واشتغلنا فعلا علي كان السنه دي كان اللي فيه مؤشرات في بطوله الجمهوريه رجال كسبان احمد علي صالح مرتين ما شاء الله السنه دي ما شاء الله هو على مستوى الايفنت بتاعه 21 سنه ترتيب عام اول يعني السنه دي كل بطولات 21 سنه هو اول وحركه هو اول ما شاء الله بطوله بالظبط 15 الاول في يعني هو وصل فاينل كمان كان معاه زميلنا يعني معاه زميله برده محمود اشرف حلمي من النادي الاهلي كان الفاينل كان من النادي الاهلي 21 بالظبط افريقيا فالحمد لله عمر وشادي ومحمود وعلي بروحهم لان انا كنت في يوم من الايام مدرب عمر تحت 12 ب
اول والله فعلا اول ما تصعدت المدارس بالظبط كده مع كابتن محمد صبري بالظبط كده. فطبعا بس عمر لعيب نفساني الحقيقه اكيد لعيب اكيد انا بعزه جدا والله كابتن هيثم عنده كتير يعني عايز عارف هو عنده ملكه كده لما تخش له من ناحيتها تاخد منه كتير قوي 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 قوي. وانا الحقيقه شايف في عينينه علي وشادي ومحمود شايف مستقبل ان شاء الله مبهر نجاح. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. فبالتعب قدرنا ربنا كريم نخلص الدوره المجمعه. طب اكبر تحدي كان ايه السنه دي ليك؟ هو ان انا كان يعني عايز ان انا ما اغازلش الكابتن اشرف فتحي بصراحه. طبعا يعني انا كنت في اليمن ورجعت معاه في الجهاز، كنت ماسك منتخب اليمن، رجعت معاه حاطين 21 سنه، انا كنت متفرغ، كنت انا كابتن اشرف صبحي كنا بنيجي صبح وبعد الظهر طول السنه، ما فيش حاجه اسمها مدرب فرقه 21 سنه، كانت فرقه 21 سنه بتتمرن مع رجال. صحيح. فكنا بنشتغل ايدينا ربنا يكرمنا وقفلنا نفسنا، فبالتالي بالمجهود وبالروح بتاعت النادي الاهلي قدرنا ان احنا تحدي صعب برضه اكيد 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 اكيد، بس الحمد لله رب العالمين كل تعب ربنا خلي بالك انتوا كان صعب السنه دي اكيد، السنه الجايه هيبقى اسهل لان ان شاء الله الابطال دول هيبقوا احسن. خلاص بقى تمرسوا وركبوا خلاص حتى كابتن هيثم يعني انت في الدوره المجمعه الثانيه انت وصلت اخر يعني قبل الفاينل، انت الزمالك خسر 3 ماتش وين بخسر ماتشين، فانت خلاص بقيت ايه خلاص بطل الدوري. فكابتن هيثم صراحه خد قرار قال لك احنا نريح كل الاساسيين ونلعب بالناس اللي ما لعبتش. صحيح كسبنا شادي وعلي، فعلا علي لولا اصابته من ساحه العاج كنا كسبنا ايه تاني. صحيح فالحمد لله رب العالمين يعني لا وتحامل على نفسه واحد تاني معلش كان راجع للمنتخب وماتش تحصيل حاصل عليه. والله كابتن هيثم كان بيمتحن اه كان بيمتحن انا بقى مستحن وباجي يعني بقى بصر الدورات المجمعه اذاكر اصلا بيمتحن كليه ايه؟ لا لا ايه؟ كليه ايه؟ كليه طب اسنان. طب اسنان صحيح انت قلت طب اسنان. عمر اتخرج اشتغل كان دخلت على طول في الشغل على طول شغل وخطوبه وكله تمام ده الله ينور بقى لسه خاطب قبل الدوري فالنفسيه مفتوحه شويه على طب وهندسه وشغل ده احنا ان شاء الله يعني ما شاء الله على فريق. بس قولي يعني السنه الجايه عندنا فتره توقف دلوقتي يا كابتن هتعمل ايه مع لعيبتك؟ لا هنبتدي فتره اعداد ان شاء الله زي كل موسم على فكره يعني ابتداء الصيف كله بناخد الصبح وبعد الظهر طبعا بنشتغل ثلاث فترات مثلا ما شاء الله دول اللي بيمشونا يا كابتن هيثم طول السنه بيقفونا على رجلينا طول السنه. وبعدين لما الدراسه بتخش برضه سواء جامعه او شغل بنيجي كل يوم. صحيح. يعني حتى لو سالت عمر احنا في ايام اتمرنا مش هيوصلوا مستوى لازم نتمرن ايام جمعه والله في اثناء الدوري الجمعه كنا بنيجي مدينه نصر نتمرن وكان عندنا ماتش بالليل. فاللي اتعود النادي الاهلي مفيش حاجه اسمها الاجازه مش شغال فيها. صحيح الحمد لله رب العالمين الحمد لله ومبروك يا كابتن ودايما موفق يا كابتن هيثم الله يخليك. وخلينا نروح طبعا دكتور محمد احسان طبعا مخطط الاحمال لو صباح انت يا كابتن يعني عذاب اليم معاك. والله احنا بنجتهد دايما اتعودنا في النادي الاهلي ان احنا دايما على المثابره وعلى الاجتهاد ونطلع احسن حاجه عندنا لان احنا من ابناء النادي الاهلي يعني انت ماسك الناشئين وماسك الدرجه الاولى والالعاب الفرديه بيبقى صعب لان كل لعيب بيبقى عنده مشاكل في حاجات معينه بتعمل ايه؟ والله بص حضرتك انا شرفني ان انا كنت من ابطال النادي الاهلي في العاب القوى كنت بطل مصر في رمي القرص وحاسس باللعبه الفرديه كويس قوي فده فادني الى جانب طبعا الدراسه. انا خلصت دكتوراه في التربيه الرياضيه ومرنت لعيبه ابطال زي دول طبعا انا كنت شغال قبل كده في العاب المضرب سنين طويله بقيت 18 سنه تقريبا شغال مع الاسكواش والتنس وادي تنس الطاوله ما شاء الله ودلوقتي الحمد لله يعني انت عارف معاناه الالعاب عارف الالعاب الفرديه بالذات وخصوصا العاب المضرب لان عارف الشغل الخاص بتاعها هو التحركات بتاع الملعب سواء رد الفعل والحاجات الحركيه بتاعتهم. طب انت عامل فايل لكل لعيبه يا كابتن يعني كل لعيب عامل له ملف عارف؟ لا والله انا عندي دايما بحاول دايما بملاحظه ان طبعا عندهم ماتشات طول السنه فبنقدرش نعمل الموضوع ده الا لما نعمل فتره اعداد تانية جديده. تمام. فهو المفروض ده اللي هعمله الفتره اللي جايه لان طبعا الموسمين ورا بعض ضغط ضغط فمش لاقي لعيبه تحديد يا دوبك بشتغل بس. طبعا لما بيكون حد عنده حمل زايد او بيبقى فيه مثلا بادئ اصابه علي كان انا قبل البطوله كنا مجهزين شنطه الادوات الاسعافات الاوليه عشان لو في اي طارئ يحصل وانا كمان بشتغل كمان في المساج كان معايا كورسات الحاجات ديت فبقدر اعمله جوه التمرين او في الماتشات انا ببقى تحت امر اللعيبه بتاعتي لان احنا مكملين لبعض. الميزه ان انا جيت مع جهاز حقيقي كلنا اسره واحده ما حسيتش ان انا غريب ولا في مطالب فرديه ولا شخصيه لكل الجهاز كلنا فعلا بجد بروح واحده مع بعض دي ميزه مش موجوده في اجهزه كتير. يمكن السنه دي برضو زي ما كنا بنتكلم مع كابتن محمد كان عندكم تحدي كبير ان في لعيبه اسامي كبيره مش موجوده مع الفريق وكان الاعتماد على الابطال الصغيرين 21 سنه 22 سنه وكان لازم بدنيا يستحملوا المشوار الطويل ده. والله بص حضرتك الاهلي ما بيقفش على لعيب دايما دايما الاهلي ولاد في لعيبه بتطلع من تحت لفوق عمره ما وقف على لعيب. صحيح. ولكن هم فعلا لعيبه رجاله بيشتغلوا كويس. ثانيا يعني الحاجات اللي بتبقى ناقصه في الشغل بنحاول نعملها على قد ما نقدر. طبعا الكباتن بتوع التنس طاوله طبعا يعني متبهدلين معاهم صبح وبالليل فعاملين شغل واللعيبه اللي بيجي من شغله بيجي جامعته فهم عاملين يعني يستحملوا معاناه كتير قوي وربنا بيوفق وبيكرم لان طبعا كان قدامنا انديه كلها جاهزه يعني نادي الزمالك ده مثلا كان جاهز بطريقه جايبين لعيبه وفي منافسه شديده جدا وانبي ولعيبه اكثر خبره واكبر سنا
فطبعا ان اللعيبه في السن الصغير ده كابتن عمر كابتن اللعيبه بتوفر لهم سبلمنتالز الحاجات دي؟ لا لسه ما دخلوش هم بيشتغلوا فيتامينز بس، ولو بياخدوا حاجه قبل ما بيسافروا بيسالوا الدكتور اللي ماسك المنتخب عشان ما يبقاش في حاجه في الدوبنج وكده. اه بس في العاب بتلجا شويه يعني مش مكمل السبلمنت اه الامينو او الكرياتين او حاجات زي كده. لا انا بنصح، بص حضرتك انا بنصح بالحاجات الطبيعيه عامه ولو او مالتي فيتامينز بس كفايه. دي مرحله ثانيه لو هم هيبتدوا يعني نتعامل الموضوع ده، اه لان الاحمال بتبقى عاليه جدا. احنا المفروض الفتره اللي جايه يعني انا اتكلمت مع الكباتن ان انا نحاول نعمل فتره اعداد كويسه عشان ما نبقاش مزنوقين. عندك وقت اهو، لعيب كبير يسافر، لعيب مش موجود، الموجودين جاهزين. عندك وقت خلاص، مفيش اشتراكات. احنا دايما تحت امر النادي الاهلي، احنا احنا ده ولاد النادي يعني كده. طب وانت الاعداد هتعمله في مدينه نصر ولا في الجزيره؟ لا احنا دايما تمريننا كله في اهل مدينه نصر. طب الاعداد ممكن يبقى بدني ممكن احنا محتاجين بس توفير جيم للفريق. احنا طبعا ما نقدرش نضغط على اداره النادي عشان عندهم حاجات كتير طبعا اكيد، بس احنا اللي بنقدر عليه بنعمله حقيقي. اي حاجه بنقدر نوفر. خد بالك كابتن انا اقترح ممكن جيم، يعني لو الجيم مش قادر تعمل تايم تظبط الاوقات بتاعتك مع الجيم ممكن تستعين بجيم خارجي، يعني النادي الاهلي دايما عنده حلول. والله طبعا كابتن اشرف فتاح هو المدير، هو طبعا انا التوب بتاع الجهاز، هو ممكن هو يعني دي حاجه اداريه خاصه بهم، انما الجزء الفني اللي يخصني انا اقدر اشتغل اي جيم مفيش مشكله. انما هم انا الحمد لله يعني بقالي سنين بمرن، فهم عايزين يشتغلوا فعلا حقيقه. واللي عاجبني ان انت عايش مع اللعيبه حالتهم، يعني بتقول انا بجهز الشنطه بتاعت ايوه لان علي وجهز له اي تحدي. احنا النادي الاهلي، احنا النادي الاهلي، احنا ما بنبصش للفرد، احنا كلنا اسره واحده. انا لما دخلت معاهم يعني يمكن هم عارفين في حاجات طبعا في التمرين، ناس بتمشي ناس مش عارف ايه، بس احنا في الاول اخر احنا ولاد النادي الاهلي، يهمنا النادي ده يبقى واقف على رجليه ويبقى كويس وربنا يوفقنا. عايزين يعني اكتر من كده كمان، النادي ده متعود على البطولات واحنا لازم نعمل ان شاء الله أكيد ربنا يوفقنا يعني وبنيه صادقه يعني وبنيه صادقه حقيقه. يعني الطاقه اللي بتتكلم بيها دي مديانا الحقيقه فخر بيكم بامانه يا كابتن. والله والله احنا محمد تعب معانا جامد يعني بصراحه طبعا يعني كل المدربين يعني تعبوا معانا جدا، كابتن محمد تعب معانا اكتر منهم عشان هو قال لحضرتك فعلا احنا كلاعيبه برضو صغيرين، في ناس بتحب تمشي، ناس ما بتحب تروح مثلا. انا بيبقى عندي شغل ببقى عايز شغلنا فاحنا عايزين نادي يكسب. فعلا عايزين نادي يكسب فعلا حقيقي، لان العامل النفسي احنا كنا بنشجع في المدرج جان هيستري تشجيع عشان عايزين نكسب فعلا. احنا النادي الاهلي لازم نكسب بصرف النظر عن اي حاجات خاصه او اي حاجه، احنا فعلا عايزين نكسب. وانتوا قدها وقدود يا كابتن، والحقيقه انا سعيد بيكم جدا ونورتوني. شرف الشرف لينا والله النادي، الفوز ده لمجلس الاداره برضو، بنشكر كابتن محمود خطيب ربنا يكمل شفاه على خير يعني وربنا ينجح النادي الاهلي على طول يعني ان شاء الله. دكتور محمد احسان طبعا مخطط الاحمال، شرفنا بحضرتك، شرفتني، شرفنا بيك، شرفنا بحضرتك. يمكن طبعا علي غريب، كابتن علي غريب نجم الفريق، علي غلاب، انا علي غلاب، انا اسف دايما دايما ربطت معايا علي غريب، علي غلاب طبعا، انا اسف كابتن علي طبعا كبير معروف. انا بشكرك شكرا جزيلا نورتني وشرفتني. طبعا كابتن محمد صبري مدرب الفريق، بشكرك نورتني، الله يخليك كابتن. طبعا عمر بدير نورتيني وشرفتيني، والف مليون مبروك، ودايما دايما يا رب ضيوفي ان شاء الله. نتقابل بقى بعد الانديه العربيه طبعا باذن الله. طبعا ان شاء الله يا كابتن هيثم هنعمل فتره اعداد كويسه بس بعد بطوله القاهره باذن الله ان شاء الله. عندنا بطوله القاهره كابتن صبري، يمكن يعني نسي اقول لك الشهر الجاي، الشهر الجاي ده وده احنا يعني ان شاء الله من بكره راجعين التمرين، وهنعمل بقى بعديها فتره اعداد ان شاء الله، يعني نيجي نحتفل بالبطوله العربيه ان شاء الله. نتابعكم باذن الرحمن. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير واستقبل بقى طبعا فريق تنس الطاولة للسيدات وإنجاز كبير برضو بطولة الدوري العام. فاصل قصير وارجع لحضراتكم. زي ما كانت المنافسة في تنس الطاولة للرجال قوية الحقيقة، ونجح الرجال ان هم يعني زي ما بيقولوا يحسموا الدوري قبل اخر جولة، برضو كانت المنافسة شرسة جدا في السيدات. والحقيقة كان المنافسة مع طبعا المنافس التقليدي نادي الزمالك، والحقيقة نجحوا باقتدار ان هم يقتنصوا طبعا الدوري في يعني زي ما بيقولوا في ماراثون طويل. في البداية طبعا بحب ارحب بضيفي مدرب عام قطاع السيدات الكابتن طارق فوزي. اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، نورنا والف مبروك على هذا الانجاز الكبير. ربنا يخليك، شكرا. نورني كمان في الاستوديو كابتن فجر شومان لاعبه الفريق، اهلا بيك. اهلا محمد، والف مبروك ونورانا في قناه النادي الاهلي. ربنا يخليك. وكمان برحب برويده عصام، نورانا يا رويده. منورك.
يمكن اروح لكابتن طارق في البدايه. ضيف العزيز اللي دايما كل سنه بنتذكر مع بعض طبعا الانتصارات والبطولات، يمكن السنه دي كانت صعبه شويه كابتن معاكم، ويمكن كان في منافسه شديده. نادي الزمالك اشترى من المعادي اللاعبات المميزات. كلمنا عن الموسم كله كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الموسم كان طويل وكان صعب زي ما حضرتك قلت، كان عندنا بطولات كتيره. المشكله الاكبر ان احنا قابلتنا صعاب الدراسه، الفريق كله طلبه يمكن باستثناء دينا مشرف. مع الدراسة وصعوبتها وتطويل السنة، سنة طويلة طبعا، بطولات كتيرة وسفريات كتيرة وارتباطات مع المنتخب، لعيبة بتسافر كتير، بطولات كتير، خصوصا الاتحاد الدولي عمل حاجة جديدة للمشاركات دي وتحقيق نتائج بتصلح أو بتحسن من الرانكينج بتاع اللاعب. فدينا بقت عندنا بتشارك على طول، يسرى بتشارك على طول، يمكن دينا بقت من الأربعين على العالم. صحيح. تنس الطاوله دي حاجه كويسه جدا، كبيره، وحاجه ما حدش يعني حصل عليها قبل كده، فكان لازم يبقى فيها ليها مشاركات كتيره، بالاضافه عندنا بعض اصابات بنات، فكان الموضوع السنه دي شاق جدا يعني. بطولات كتيره زي ما بقول لحضرتك، انما احنا معظمها الحمد لله كنا كسبانينها. الدوري السنه دي كان متقسم لمجموعات تمهيديه. كم مجموعه كابتن؟ كابتن اربع مجموعات، كل مجموعه بتضم اربعه، اربع فرق 16 فريق بالظبط. احنا كان معانا رواد العاشر، نادي الرواد، نادي اصحاب الجياد، نادي الشمس. تمام. على اول مجموعه، على بطولتين. خدنا اول مجموعه في اول دوره، كسبنا كله 3-0 الحمد لله. ثاني دوره كانت عندنا في النادي برضو، كسبنا كله 3-0. تمام. وتصعدنا بعد كده للدوري الممتاز او نهائي الدوري الممتاز، 8 أندية. خدوا من كل فرقه كل مجموعه فرقتين. فرقتين بالظبط. احنا اهلنا من مجموعتنا احنا ومين؟ احنا واصحاب الجياد. اصحاب الجياد. ثمان فرق دول، احنا والزمالك والمعادي واصحاب الجياد، سبورتنج، اولمبي، ظهور، قناه السويس. تمام. هم دول لعبنا كل الماتشات باستثناء نادي الزمالك، خلوه مباراه لوحده، مباراه تبقى بيننا وبينهم بعد البطوله ما خلصت. فيصل، مباراه فيصل. بالظبط للاسباب اللي قلت حضرتك عليها، يعني من عندهم ومن عندنا. كان كسبنا ماتش وكسبنا ماتش، كان عندنا كاس افريقيا، كانت دينا هناك وكان عندهم فرح عبد العزيز هناك، فاستنوا لما رجعوا ريحوا كده شويه وابتدينا نعمل الماتش. ده طبيعي، وده طبيعي. بالظبط. كان يوم 30/3 اول لقاء، ده لظروف خارجه كده خسرنا الماتش. وفريق الزمالك انا ما بقللش منه، فريق قوي طبعا وفريق محترم طبعا طبعا، انما احنا كنا ليدنج 1-0، وتاني ماتش كانت يسرى بتلعب وكانت كسبانه 2-0 في الماتش، وحتى الجيم الخامس كان 8-5 و انما ربنا ما وفقش، يعني ما كانش رايد ان اليوم ده يبقى ما كانش يومنا يعني. مش كان وارد جدا يا كابتن، وبدليل ان احنا اكدنا تفوقنا في المباراتين اللي بعد كده. بالظبط. هو يعني يمكن رب ضاره نافعه زي ما بيتقال، ان احنا بعد الخساره دي ابتدينا نلم نفسنا وابتدينا نتجمع وبشكل اكبر وابتدينا نتكلم مع بعض وابتدينا نحط ايدينا على البعض السلبيات اللي موجوده اذا كانت صغيره نتلاشاها وابتدي، فحسيت ان البنات كلهم عندهم روح، وروح جميله جدا، وعندهم اصرار على المكسب، فابتدينا ندعم الموضوع ده بشكل كبير لحد ما وصلنا كسبنا ثاني مباراه 3-1، ووصلنا بقى للمباراه النهائيه اللي كانت يوم 24 اربع ايام ولا ثلاث ايام، كسبناها برضه 3-1، مباراه قويه ومباراه كانت صعبه. انما زي ما بقول لحضرتك يعني الجميل ان البنات كلهم كان عندهم اصرار وكان في عزيمه وروح بقى النادي بجد ظهرت، كله تكاتف، كل النادي كان حابب ان احنا احنا الدوري ما يطلعش بره. ما يطلعش بره. انا برضه اروح للبنات برضه كمان واشوف يعني فجر شومان طبعا لعيبه الفريق. كلميني عن الموسم، هل الموسم كان متعب؟ ايه اصعب المباريات اللي لعبناها السنه دي؟ الموسم كان صعب جدا بالنسبه لنا، لان الفرقه كلها ما كانتش بتتجمع، المصابين اللي عندهم ثانويه عامه، الجامعه، دينا مسافره، يسرى مسافره، انا مصابه، مريم، مروه ثانويه عامه. عندك ايه مصابه ازاي؟ انا عامله عمليه في كتفي قبل كده، وعندي تنس قلبه، وعندي اصابه في ظهري. فكان بيبقى ان انا اجي التمرين دي بتبقى صعبه بالنسبه لي قوي، كمان عشان بخلص جامعه متاخر. فان احنا الفرقه اصلا ما كانتش بتتجمع، فدي كان التمرين بيبقى صعب بالنسبه لنا. بعدين لما جينا للدوري، انا اول موسم ما كنتش لعبتش البطولات عشان كانت الاصابات. بعد كده الدوري جينا، الماتشات كانت كلها بالنسبه لنا يعني عاديه، احنا احسن. جه ماتش الزمالك، كنا يعني احنا على طول بنكسب، بناخد اول دوري. الماتش ده كان الوحيد ما توفقناش فيه، بس يعني انا شايفه ان كان ده احلى دوري تقريبا كسبناه. يعني الفرقه كلها كانت روحها واحده، تشجيع يعني اتلمينا تاني زي ما الكابتن طارق قال، يعني الروح كانت الروح كلها يعني اللي هو احساس جديد، احساس جديد ان احنا كان الماتش بيروح مننا ورجعناه وكسبنا، وكسبنا يعني كلنا لعبنا كويس وكلنا كانت النتيجه حلوه قوي. ف
فده كان حاجه كويسه لينا يعني. لعبت ماتش الزمالك ولا لعبت ماتشين الزمالك اخر ماتشين مع فرح عبد العزيز. اول ماتش خسرت 3-1، تاني ماتش لعبته احسن كتير بس خسرت 3-2. بس الماتش يعني كان خلاص الموسم يعني. كله خلي بالك في حاجه مهمه، انت مصابه الموسم كله، خلي بالك من دي. ورجعتي وكويس، انت رجعتي وقفت على رجلك كويس بالظبط. اكيد اكيد، واكيد هتوفقي الماتشات اللي جايه. طب قولي لي برده يعني، خلينا نقول ان معادي لما راحوا يعني اللاعبتين المميزتين راحوا النادي الزمالك، نادي المعادي اخباره ايه؟ يعني هل كان بينافسنا ولا بعد عن المنافسه؟ لا هو بعد عن المنافسه، لان اللي كان بينافس يعني هو كان هناك كان فرح وجليله وفاطمه، فكان الماتش بيبقى جامد. فلما فاطمه لما فرح وجليله راحوا الزمالك خلاص يعني. لا فريق برضه منافس وفريق كويس، بس طبعا قلت المنافسه شويه بعد ما الاثنين الجامدين راحوا. انما هو عندهم ثلاث بنات كويسين قوي، فاطمه علاء كان معاها رنا الشوبري، رنا الشوبري ومعاها ملك منير. يعني فريق برضو كويس ما شاء الله. طب يعني قولي لي برضو يعني الموسم خلص، اكيد عندنا اشتراكات، في لاعبات سافروا مع المنتخب النهارده. دينا ويسرى سافروا النهارده، وبقيت بقى الفرقه كلها امتحانات جامعه بقى وثانويه عامه، فخلاص بقى طبعا اكيد. طيب انت شايفه الفتره الجايه ازاي؟ يعني محتاجين نعمل ايه؟ عندنا بطوله العربيه مهمه جدا ناخدها. طبعا احنا بس هنخلص فتره امتحانات، عشان فتره امتحان بيبقى صعب ان الفرقه تتجمع. اكيد. فاول ما بنخلص فتره امتحانات بنعمل تجهيز تاني واعداد تاني للفرقه، وبنرجع نتمرن كل يوم. احنا ما بيبقاش عندنا راحه. بس خلي بالك من اصاباتك برضو يعني. لا ما انا متابعه مع دكاتره وزايد التمرين يعني. بس فهنرجع نستعد تاني عشان عندنا بطوله انديه عربيه، ودي مهمه جدا ان احنا نكسبها وناخدها. فهنرجع نركز تاني. كل التوفيق ليكي باذن الله. ربنا يخليك. رويده عثمان طبعا لعيبه الفريق. عصام. اسف طبعا رويده عصام، انا اسف معلش عذرا. يعني طبعا نجمه كبيره. خلينا نقول انت يعني الموسم كان صعب، كان طويل، اكيد في صعاب قبل كده غير ماتش الزمالك، الحمل كان عالي، الموسم نفسه طويل، كنتوا بتتغلبوا على ده ازاي؟ خاصه ان في امتحانات وفي مذاكره وفي التزامات، كنتوا بتعملوا ايه؟ طبعا هو كان صعب جدا بالنسبه لنا، بس احنا برضو يعني كان معظم الحاجات بتاثر، بس احنا مش عايزينها تاثر علينا، فكنا بنحاول نحضر، وكل الفرقه كانت بتحاول تبقى موجوده. انا عشان اول سنه اطلع في السيدات انا كنت ناشئين وكده، كنت على طول بنجيب الفرق وعلى طول. انا في السنه في الناشئات 21 سنه زي الولاد ولا هو كان كان 18 سنه دي عمل 21 تم اضافه مسابقه 21 سنه سنه زي الولاد بالظبط. انت كنت بتلعبي 21 ولا 18؟ لا انا كنت بلعب 18، بعد كده هي السنه دي لعبنا 21. واخدناها بالظبط، اخدنا اول جمهوريه. خدت اول جمهوريه ما شاء الله. فجر لعبت 21 كمان ما شاء الله. طب يعني احنا لسه صغيرين، عندنا المستقبل لسه كبير. ان شاء الله اكيد. طب قولي لي يعني مباريات 21 كانت اقوى ولا الدرجه الاولى؟ بامانه طبعا الدرجه الاولى طبعا. لا المنافسه يعني احنا المنافسه لا هو الصراحه المنافسه السنه دي كانت قويه جدا الاثنين في 21 والدرجه الاولى. بس يمكن الدرجه الاولى كانت مكسوره على الزمالك. لا هي ال 21 الماتشات صعبه بس مش زي الدوري، مش زي الدرجه الاولى. خدتي اول الحمد لله في كل خدنا الفرق. خدنا هي ما تعملتش غير فرق، احنا خدناها الحمد لله 21. طب انتوا كان معاكي مين في الخمسه اللي بيلعبوا 21؟ كان فجر، كنت انا وفجر واميره ومريم ومروه. كنتوا انتوا الخمسه بتلعبوا في يعني دول خمسه ثابتين ولا ممكن يبقوا سبعه بيختار منهم خمسه، ولا انتوا خمسه بس؟ ممكن ثمانية بيتم اختيار خمسه منهم. طيب 21 كان كام ماتش؟ يعني البطوله كانت كام ماتش يا كابتن؟ يعني هل انتوا قعدتوا زي الدوري كده؟ لا ما بيبقاش في مجاميع زي، ما بتبقاش كبيره زي الدوري كتير. الانديه اللي عندها 21 سنه قليل يعني المعادي ما كانش فيه 21 عشان هم كانوا كبار. طب اصعب فرقه في 21 كانت قبلنا مين؟ ال 21 كانت سبورتنج والزمالك برضو عنده فرقه كويسه. سبورتنج كويسين برضو. طب قولي لي الفتره الجايه انت خلاص يعني بتلعبي 21 وبتلعبي ايضا سيدات، يعني انت يمكن دلوقتي 19 سنه صح ولا انا غلطان؟ انت لسه طالعه من 18 فعندك سنتين لسه 21. ان شاء الله. طب شايفه اللي جاي ازاي؟ هل هتستمر يعني محتاجه تخشي اقوى في السيدات لان، ولا هتركزي اكتر في 21 ولا لا؟ طبعا التركيز على الاثنين يعني التركيز هيبقى اكتر على 21 عشان الايفنت بتاعه وكده، لكن ان شاء الله بخش في السيدات وان شاء الله بس نخلص الامتحانات بس وان شاء الله نتمرن. في رانكينج عاملينه 21 ولا لسه في مصر؟ ولا عشان ما فيش بطولات فرديه؟ لا في مصر يعتبر على اساسها بنلعب الفرق بيبقى في رانكينج، بس لسه ما دخلوش الفردي يعني في ال 21. بس ما في يعني هي السيدات اللي اتعمل فرق. بالظبط اتعمل فرق، ما كانش فيه فرق. ما كانش فيها فرد، كانت فرق صحيح. ولعبنا برضو الزمالك في الفاينل صحيح. طب يا كابتن الصوره دي كلمني عنها يا كابتن، والروح
يعني كابتن سيد لاشين اهو موجود وحضرتك وكابتن احمد عياد مدرب فريق السيدات. كلمنا على الصوره دي كانت امتى والروح دي ايه يا كابتن؟ ده كان في الماتش النهائي، كان الماتش الثالث، حتى دينا واقفه ورا كانت بتستعد عشان تنزل الماتش الرابع. تمام. وبتسقف كمان يعني وهي دي الروح يعني. شايف يا كابتن سيد؟ انا بقول لحضرتك احنا كل الفرقه بلا استثناء كانت على قلب رجل واحد. تمام. كله كان يعني حريص جدا ان احنا نكسب، وكله كان بيدعم، وكله كان بيعمل اللي عليه وزياده يعني. سيد مشكورا يعني، سيد من اللعيبه الرجاله جدا، ربنا يوفقه. مشكورا ليه، ودعم وساند معانا، وكان بيشجع بقلبه وبإخلاصه يعني. ولو عنده حاجه كويسه يقدر يعملها بيعملها، يعني حاجه محترمه جدا. انا بس مش عايز انسى برضو عشان الكلام يعني، كابتن احمد عياد مدرب الفريق وتعب معايا السنه دي كتير، وكان عامل مجهود كبير. كابتن بسنت عثمان مدربه 21 سنه البنات برضو كان ليها دور كبير، وكانت موجوده معانا ودعمت وسندت برضو بشكل محترم. فكل المدربين انا بوجه لهم التحيه والشكر من هنا. بنوجه لهم الشكر اكيد يا كابتن. وكان في الدكتور عمرو طبعا لياقه احمال وتعب معانا برضو، الراجل للاسف هو ما قدرش يجي، بس يعني كان ليه دور معانا. فانا حابب اشكر كل الناس اللي سندت وقامت معانا بدور. كلمه اخيره عايزها من حضرتك يعني، او تمنياتك. خلاص ده موسم انتهى، تمنياتك الفتره الجايه؟ والله تمنياتي ان الاصابات دي ان شاء الله تقل، إن شاء الله. وان شاء الله احنا بالروح اللي انا شفتها مؤخرا دي هنقدر يبقى عندنا فريق واثنين محترمين. يعني قبل كده يمكن كان التركيز بيبقى على ثلاث اربع بنات، لا السنه دي التركيز بتاعي على كل البنات، والدليل ان احنا الاصابات اللي بتحصل في بنات كانت بتكمل جيل كامل قوي زي ما تربينا وتعودنا في النادي ان لازم يبقى عندنا جيل واثنين وثلاثه. فالحمد لله رب العالمين. يمكن فجر ما شاركتش السنه دي زي ما حضرتك سمعت منها عشان الاصابات، فانها تقف الوقفه دي. برافو. وتلعب بالشكل ده بهنيها والله. وكانت قريبه للمكسب، كان لعبه هايل يعني، دي حاجه كويسه قوي. ده مكسب رويدا السنه دي، يمكن دخلت فاينل بطوله فردي وطلعت تاني مصر بعد لينا في السيدات. ما شاء الله. فدي برضو حاجه كويسه قوي. انا قصدي ان الاعمار السنيه الصغيره دي هي المستقبل ان شاء الله. المستقبل كمان يا كابتن. وعايز كمان اسمع كلمه اخيره، معلش الوقت بيدهمنا، فجر كلمه اخيره وتمنياتك الفتره الجايه. بحب اشكر بس كابتن طارق على وقفه جنبنا، وسيد لاشين طبعا عشان سيد لاشين اخ، مش وباسنت عثمان اخواتي مش مدربيني، بشكرهم على وقفتهم معانا في الماتش بتاع الفاينل. اكيد ان شاء الله. وروح جميله بينكم من بعض. رويده يمكن كلمه اخيره منك، يعني تمنياتك الفتره الجايه. ان شاء الله اللي جايه هيبقى احسن من السنه دي يعني، ان شاء الله السنه الجايه ناخدها احسن من كده ان شاء الله. مبارك لك على المركز الثاني في السيدات. ربنا يخليك، ربنا يوفقك يا رب. طبعا رويده عثمان بشكرك، شكرا جزيلا، نورتيني وشرفتيني. فجر شومان بشكرك، ودايما دايما بطله كده ان شاء الله. ربنا يبعد عنك الاصابات يا رب. ربنا يخليك ان شاء الله. كابتن طارق فوزي بشكرك، شكرا جزيلا، والف مبروك يا كابتن. ربنا يبارك في حضرتك، ربنا يخليك، شكرا جزيلا، كتر خيرك، شكرا جزيلا. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل قصير عشان يعني تقليدنا اللي دايما اتعودنا بيه التورته، ونتجمع كلنا ابطال 18 سنه سيدات وتنس الطاوله رجال وسيدات، ونقطع التورته ونحتفل دايما ودايما شعارنا يا اهلي يا اسطوره كل يوم بطوله. قاصر وارجع لحضرتك، فاصل وارجع لحضرتك. الحقيقه مفيش اجمل من احتفال ب 111 سنه للنادي الاهلي أكتر من حصد البطولات، ومش كده بس، حصد البطولات وإن النادي الأهلي 111 سنة بيأدي دوره على أكمل وجه، وهو إخراج كوادر كتير فنية ولاعيبة وكل شيء في خدمة منتخبات مصر. النادي الأهلي النهاردة بطولات كتير، وكل يوم بيخش النادي الأهلي بطولة، وما زال حتى الآن قادر يقف على رجله وقادر يقدم الرسالة المهمة على مدار 111 سنة. والحقيقة كان لازم يكون النهاردة يوم مميز. النهارده فريق 18 سنه للسيدات او للانسات كان شرفنا النهارده ببطولتين غاليين، تنس الطاوله رجال وسيدات، ايضا دوري المصري. الحقيقه انجاز كبير، ولسه مكملين معاكم ومكملين مع فرقنا وفي ظهرهم. وزي ما عودناكم تقليدنا اللي بنعمله كل بطوله ومع كل فرقه ومع ابطالنا كلنا، بنجيب تورته وبنقطعها، لان ده اقل احتفال نقدر نحتفل بيهم، ويا رب دائما ابدا هذا التقليد لا ينقض. واستاذن ضيوفي نبتدي بتقطيع التورته، فيعني بعد اذنك يا كابتن اسلام اتفضل. كابتن اشرف اتفضل معايا، اتفضل يا كابتن نبيل من النص بقى يا كابتن كده عشان محدش يزعل. تمام. الف مبروك كابتننا، ويا رب دايما مزيد من التوفيق. استاذنكم قبل ما نختم كده، مفيش احسن من شعار النادي الاهلي، هنقول واحد زي ما بنحيي فرقنا وزي ما بنحيي
في كل مكان، هنقول 1 2 3 وهنقول اهلي. فاستاذنكم يا جماعه انا هقوم بدور كابتن الفرقه النهارده وهنقول 1 2 3 اهلي. دي احلى كلمه نختم بيها، وشكرا جزيلا لحسن المتابعه، وان شاء الله كل البطولات وكل الانجازات النادي الاهلي. المكان الاهلي فيها في حلوها وفي مرها.